بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي شاشة قناة الأهلي في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونلتقي سويا من جديد وجولة جديدة من جولات دوري الجمهورية مواليد 2003. شباب النادي الأهلي يلتقي اليوم بيراميدز في الجولة رقم 13 من عمر هذه المسابقة مشاهدينا الأعزاء. نمني النفس بأن نشاهد مباراة ممتعة وجميلة من لاعبي الفريقين، وأن تكون الإثارة والندية والمتعة الكروية هي الحاضرة معنا بإذن الله في مباراة اليوم. أجواء جميلة هنا بملاعب الأهلي بمدينة نصر وسط هذه الأجواء الأوروبية على مستوى يعني الجو الحقيقة الجميل جدا، وكلنا عارفين طبعا ومتابعين إن ربنا سبحانه وتعالى يعني من على جمهورية مصر العربية بجو جميل جدا طوال السنة. يعني كان أمامنا طاقم التحكيم كابتن محمد سيد بكر، وبيعاونه محمد إيهاب وحسين هاني المساعد الثاني في مباراة اليوم. نتمنى لهم بالمناسبة التوفيق في أحداث هذا اللقاء علشان بقى يعطوا العدالة لكلا الفريقين في أرض الملعب. طبعا امام حضراتكم لاعبي الفريقين الاهلي وبيراميدز بيستعدوا بقى لبدايه احداث هذا اللقاء وقراءه الفاتحه، ويعني بيشيكوا كده مع المديرين الفنيين النهارده على التعليمات الاخيره ما قبل بدايه احداث هذا اللقاء. اذا مشاهدينا الاعزاء هي لحظات قليله ونبدا مع حضراتكم المباراه وتشكيل الفريقين. النادي الاهلي كابتن احمد عبد الظاهر المدير الفني اختار تشكيل مكون من مصطفى مخلوف لحراسة المرمى، عبد الرحمن رشدان وابراهيم عبد الحكيم واسلام عبد الله، محمد وائل واحمد طايمه واحمد اشرف، وامامهم ميدو نبيل وميدو اسامه وسمير محمد وعبد الرحمن شريف. امامنا طبعا لاعبي النادي الاهلي في ارض الملعب استعدادا بقى لخوض المباراه مشاهدينا الاعزاء. ويعني هنشوف بقى تشكيل بيراميدز في مباراه اليوم. سيف الدين منتصر لحراسة المرمى، يوسف محمد، عبد الرحمن سيد، اسلام كمال، احمد وائل، عمرو احمد، عربي، بهاء عبد الفتاح، زياد صلاح، واوجو صامويل اللاعب المحترف، وبراء جمال ومحمود علي. ادي امامنا طبعا لاعبي نادي بيراميدز امام حضراتكم والتعليمات الاخيره قبل بدايه احداث هذا اللقاء. الجدير بالذكر بقى مشاهدينا الاعزاء ان النادي الاهلي مواليد 2003 مع الكابتن محمد شرف كانوا حققوا لقب بطوله دوري الجمهوريه في الموسم الماضي، وكلنا نتذكر بقى المباراه اللي الاهلي حقق فيها الفوز خارج الارض بملعب 100 عقبه تحديدا على نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، ويومها الاهلي حقق من فوزه بهذا اللقاء لقب دوري الجمهوريه لمواليد 2003. الاهلي طبعا يسعى هذا الموسم لايضا تحقيق اللقب في دوري الجمهوريه مواليد 2003، لان كلكم عارفين هي جينات طبعا الهدف من قطاع الناشئين انه يخرج لعيبه ممتازه جدا للفريق الاول ومارسيل كولر ويعني الجهاز الفني للنادي الاهلي للفريق الاول، وده اللي احنا بنشوفه طبعا في الفترات الاخيره، وتالق الكثير والعديد من لاعبي النادي الاهلي في قطاع الناشئين وانضمامهم للفريق الاول بالنادي الاهلي. نفس الامر برضو يعني للاعبي النادي الاهلي، مش مجرد فقط بس انك تنضم للفريق الاول، لا، هو بيتعلم من وهو في مرحله البراعم ومرحله الناشئين في النادي الاهلي انه دايما الاهلي لا يبحث سوى عن الفوز في كل المباريات في كل المنافسات في كل البطولات، حاجه يعني جميله جدا مشاهدينا الاعزاء، وده اللي احنا بنشوفه طبعا واللي بيتعلمه لاعبي النادي الاهلي منذ يعني نعومه اظافرهم كده وحتى انضمامهم الى الفريق الاول. ادي امامنا طاقم التحكيم وبيستعدوا بقى لبدايه احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء عبر شاشه قناه النادي الاهلي. طبعا كلنا عارفين انه لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم وايضا اللي الخاصه بقطاعات الناشئين يعني كانوا عملوا كده قاعده اللي هي طبعا في حال انتهاء المباراه بالتعادل بيذهب اللاعبين والفريقين الى ركلات الترجيح مشاهدينا الاعزاء، وده طبعا علشان يدربوا اللعيبه في مرحله الناشئين على ركلات الترجيح اللي كانت عامله مشاكل شويه للكره المصريه في الفتره الاخيره، وده شيء جيد الحقيقه يعني شيء جميل وشيء يحمد انهم عملوا كده علشان اللاعب يتعود ان هو ينفذ ركلات الترجيح وما بعد انتهاء المباراه. طبعا الفريق في حاله التعادل بيحصل على نقطه، ولكن في حاله فوزه بركلات الترجيح بيحصل على نقطه اضافيه علشان يبقى نقطتين، ويعني ده حافز كويس جدا طبعا
للفرق انك تفوز وتحقق الانتصار بركلات الترجيح، وبالتالي تحصل على نقطة إضافية. أدي أمامنا لاعبي الفريقين بيصطف مشاهدينا الأعزاء مع طاقم التحكيم أمام حضراتكم، والسلام والروح الرياضية الجميلة اللي أصبحت سمة في ملاعبنا الرياضية في الفترة الأخيرة، وكلنا طبعا بقى متابعين للسوشيال ميديا وبنشوف بقى جماهير الأندية المختلفة وكل الألوان الحقيقة، يعني روح جميلة وروح طيبة بنشوفها في الفترة الأخيرة ما بين الجماهير، وشيء جيد وشيء محمود وشيء رائع وجميل أيضا نتمنى استمراره. والمنافسة هي شيء يعني مطلوب وشيء مهم جدا بين الكل، ولكن مبدأ الروح الرياضية هو الأهم مشاهدينا الأعزاء. إذن هي لحظات ونبدأ المباراة، ودي أمامنا لاعبي الأهلي، الحماس بقى والأمور الحلوة من اللاعبين ما قبل بداية أحداث هذا اللقاء، وطبعا نقل المباريات على الهواء مباشرة عبر استاد الأشبال وقناة النادي الأهلي الحقيقة شيء جيد جدا لهؤلاء اللاعبين علشان يعرضوا نفسهم، والجهاز الفني والإداري للنادي الأهلي يتابع، وأيضا لبيراميدز ولكل الفرق بقى اللي هي طبعا بتلتقي النادي الأهلي على ملاعب الأهلي بمدينة نصر، وبيتم نقل المباريات مباشرة عبر شاشة قناة النادي الأهلي. أدي طاقم التحكيم أمام حضراتكم بيستعد بقى ل يعني بداية المباراة، ولازلنا في انتظار البداية لأحداث هذا اللقاء. النهاردة يمكن مباريات الأسبوع ال 13 لدوري الجمهورية، الأهلي بيلتقي بيراميدز، المباراة أمام حضراتكم، وأدي لاعبي النادي الأهلي وقراءة الفاتحة ويعني تلقي التعليمات الأخيرة، وأدي أمامنا أيضا لاعبي بيراميدز طرف المباراة للنادي الأهلي مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. طبعا المباريات الأخرى، بلدية المحلة بيلتقي طلائع الجيش، الجونة بيلتقي طنطا، السد بأسوان بيلتقي بتروجيت، الاتحاد مع سموحة، إنبي والإسماعيلي، المصري مع الزمالك، غزل المحلة مع القناة، وسيراميكا مع فيوتشر، وزد مع المقاولون، ويعني هنشوف بقى المقاولون وفاركو برضو. وطبعا الكابتن أسامة حسني كان شرح لنا الموضوع ده، وانه نادي يعني فاركو كانوا قدموا انهم يشاركوا في الدوري ولكن متاخر شويه، فعلشان كده بقى كل المباريات الاسبوع بتتلعب يوم الاحد، ولكن هو بيلعب يوم الاربع. وطبعا استمعنا الى شرح كافي ووافي في استوديو الاشبال مع الكابتن اسامه حسني طبعا، والكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت. اللقطات التذكاريه يعني لاعبي النادي الأهلي ما قبل بداية أحداث هذا اللقاء، هيبقى من الواضح كده على يمنا النادي بيراميدز، وعلى شمالنا النادي الأهلي هنا بملاعب الأهلي بمدينة نصر. كابتن محمد سيد بكر حكم هذا اللقاء يستعد يعني إطلاق بقى صافرة البداية، ونتمنى زي ما قلنا إن احنا نشوف بقى ماتش حلو، عايزين نستمتع النهاردة، عايزين نشوف مباراة جميلة ومميزة. طبعا كلنا شفنا البداية الرائعة للنادي الأهلي امام ميدياما الغاني في بطوله دوري ابطال افريقيا في مستهل بقى وافتتاحيه الجوله الاولى لمجموعه النادي الاهلي اللي بتجمعه طبعا مع شباب بلوزداد ويانج افريكانز وميدامة. طبعا الغاني الاهلي حقق الفوز بثلاث اهداف مقابل لا شيء، سجلهم طبعا كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن. ادي امامنا لاعبي النادي الاهلي بيستعدوا لضربه البدايه في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، وطبعا ميدو اسامه في احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء. وضربه البدايه، ضربه البدايه للاعب محمد اسامه لاعب النادي الاهلي اللي بالمناسبه عنده هدف وحيد في دوري هذا الموسم سجله في مرمى الجونه. ادي كره بتتلعب على طول اماميه عاليه، والبدايه كده للنادي الاهلي، وكره خطره على حدود منطقه الجزاء ولكن بيطلع بيراميدز. ادي البدايه الجيده من النادي الاهلي منذ البدايه كده، لاعبي النادي الاهلي يعني بيلعبوا الكره الطوليه على حدود منطقه الجزاء الخاصه بنادي بيراميدز، ويعني بنلعب يمكن في الثواني الاولى وال20 ثانيه الاولى من المباراه، والنادي الاهلي وصل بسرعه جدا الى منطقه جزاء نادي بيراميدز اللي مسكوا الكوره، وهم طبعا اكيد حافظين الكلام ده وعارفين، فعلشان كده زي ما حضراتكم شايفين هم بيهدوا اللعب وبينقلوا الكرة كده من القدم للقدم على المستوى الدفاعي، ولكن الضغط زي ما حضراتكم شايفين والتعليمات بقى من كابتن احمد عبد الظاهر المدير الفني للنادي الاهلي في مباراه اليوم. احمد وائل بيلعب الكره الاماميه وتتلعب هناك ناحيه الشمال، وادي الضغط بقى والانطلاقه توصل لابراهيم عبد الحكيم الى حارس المرمى مصطفى مخلوف. ادي مصطفى مخلوف بيلعب الكره الاماميه مصطفى هناك ناحيه الشمال للاعب اللي امامنا احمد اشرف، انما اتقطعت في وسط الملعب لعمرو محمد. عمرو بيعدي وبياخد فاول، يعني واضح جدا التعليمات من المدربين هنا وهناك الحقيقه، الضغط كده منذ البدايه على الفريق اللي هيكون معاه الكوره. هنشوف بقى الغلبه هتكون لمين في يعني مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، نتمناها طبعا للنادي الاهلي وشباب النادي الاهلي اللي لديهم مباراه مؤجله طبعا، عندهم 25 نقطه مشاهدينا الاعزاء في
في حال بقى فوزهم النهارده يعني هيعتلوا القمه ويعتلوا الصداره. ادي كره بتتلعب على طول اماميه، بيطلعها على طول عبد الرحمن رشدان عاليه، وكره كده في وسط الملعب في اتجاه اللاعب سمير محمد لاعب النادي الاهلي. ادي الكره الاماميه، ادي الانطلاقه والمحاوله بقى من ناحيه الشمال عبد الرحمن شريف، بيعدي عبد الرحمن. عبد الرحمن لعيب مهاجم ولعيب جيد جدا الحقيقه، بيلعب كره عرضيه انما تصل الى سيف الدين منتصر لاعب وحارس المرمى لنادي بيراميدز في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. ادي الكره بتتلعب على طول اماميه، وادي بقى الخطا وترجع الكره مره ثانيه من محمد وائل، ترجع لمحمد وائل مره ثانيه. ادي محمد وائل بيلعب كره بينيه حلوه هناك ناحيه اليمين عند سمير، بيلف وبيدور كده امام حضراتكم وبيلعب الكره على حدود منطقه الجزاء للنادي الاهلي احمد طايمه، اللي بيلعبها لميدو نبيل اللي بيفتح الملعب هناك ناحيه الشمال لاحمد اشرف، والكره العرضيه انما ترجع مره ثانيه لاحمد اشرف اللي بيلعب كره عرضيه على حدود المنطقه. وادي خطره خطره خطره، ميدو اسامه داخل منطقه منتهى الخطوره اللقطه اللي فاتت، واسلام كمال بيطلع الكره الى خارج الملعب وتبقى يعني رميه تماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. وادي بقى الهجمات اللي بدات يعني تكون خطيره على دفاعات نادي بيراميدز في مباراه اليوم، وشفنا بقى النقلات والجبهه اليسرى اللي شغاله اللي كانت عملت مباراه جيده الحقيقه في المباراه امام فيوتشر. وادي بقى الركله الركنيه من ناحيه الشمال للنادي الاهلي في مباراه اليوم، وهنشوف بقى يعني مين بقى يقدر يسجل ويكون قائد السفينه الفضائيه داخل منطقه جزاء نادي بيراميدز في مباراه اليوم للنادي الاهلي. ادي الكره العرضيه ولكن دفاع بيراميدز بيطلعوها وترجع الكره على حدود المنطقه، والمحاوله مره ثانيه ميدو، وادي ميدو بيلعب كره خطره منتهى الخطوره منتهى الخطوره بقى سمير محمد اللي كان يقدر يعني يسجل هدف سادس ليه على المستوى الشخصي وهدف اول للاهلي في مباراه اليوم. وادي بقى الخطوره الحقيقه المستمره من لاعبي النادي الاهلي والتصويبه بقى من اللاعب ابراهيم عبد الحكيم، ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس. ادي الاعاده، وادي الكره الملعوبه الحلوه الحقيقه من اللاعب ميدو نبيل وتوصل لسمير محمد، سمير محمد يسدد ولكن سيف الدين منتصر حارس مرمى بقى نادي بيراميدز في اللقطه الماضيه، وكانت هجمه مركبه كده لاعبي النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين معانا، ولكن يعني بينجح دفاع بيراميدز وحارس مرماه في ابقاء النتيجه على ما هي عليه حتى الان. يعني ادي بقى الكره والمحاوله مره ثانيه للنادي الاهلي، وادي الكره العرضيه الحلوه، مش ممكن مش ممكن، الكره العرضيه الجميله من عبد الرحمن رشدان اللي كان مكمل بقى ولعب كره عرضيه حلوه للاعب عبد الرحمن شريف. ادي اللقطه، ادي الاعاده، وادي الكره العرضيه، وادي اللمسه والمحاوله بقى من حارس المرمى مع اللاعب عبد الرحمن شريف سيف الدين منتصر في اللقطه الماضيه، وتاني فرصه من النادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدين الاعزاء، ولكن تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لنادي بيراميدز في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. ادي الكره بتتلعب على طول اماميه وتوصل مره ثانيه للنادي الاهلي، انما البدايه حلوه الحقيقه من لاعبي النادي الاهلي. انطلاقه ناحيه الشمال عند اللاعب احمد اشرف، ولكن تمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس. يعني الضغط كده منذ البدايه منذ الخمس دقائق الاولى في مباراه اليوم، فرصتين للنادي الاهلي منهم فرصه محققه للاعب سمير محمد اللي لديه خمس اهداف في دوري هذا الموسم مشاهدينا الاعزاء. رميه التماس بتتلعب على طول لنادي بيراميدز، وادي الكره الاماميه، استلام ومحاوله في هذه اللحظات بقى امامنا من اللاعب براء جمال، انما ترجع هناك ناحيه اليمين عند اسلام، اسلام بيحاول يعدي ياخدها منه احمد اشرف. الضغط بقى اللي عامله لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم، طايمه بيفتح الملعب هنا ناحيه اليمين عند اللاعب محمد وائل انما مقطوعه، وترجع مره ثانيه من اللاعب عبد الرحمن رشدان، وادي الهجمه الحلوه محمد وائل، محمد وائل وسباق سرعه بقى، ولكن يعني عبد الرحمن سيد بيلمس الى سيف الدين منتصر حارس المرمى اللي بيلعبها اماميه. كرات كده في وسط الملعب من لاعبي نادي بيراميدز في مباراه اليوم مشاهدين الاعزاء، وترجع الكوره من عبد الرحمن رشدان الى حارس المرمى مصطفى مخلوف. مخلوف بيغير الملعب هناك ناحيه الشمال عند اللاعب احمد اشرف، بيحاول يعدي انما يضغط عليه على طول لاعبي نادي بيراميدز عن طريق بقى اللاعب اوجو سامويل اللي امام حضراتكم لاعب المحترف. وادي تصويبه تصويبه ولكن تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى. هو طبعا بيلعب جناح يمين وبيلعب بالقدم اليسرى وقادم من نادي ريمو ستارز النيجيري الحقيقه، قادم من نادي ريمو ستارز النيجيري اللاعب اوجو سامويل اللي امام حضراتكم اللي سدد في اللقطه الماضيه، ولكن كرته تعلو العارضه كده وتطلع وتبقى ركله مرمى للنادي الاهلي في مباراه اليوم. تتلعب الكره مره ثانيه، ادي الهجمه، ابراهيم عبد الحكيم بيلعب الكره الاماميه، ابراهيم عبد الحكيم هنا ناحيه اليمين، والاستلام بقى امامنا من اللاعب محمد وائل، محمد وائل بيلعبها، وادي كره في وسط الملعب والفاول لنادي الاهلي، فاول للنادي الاهلي للكابتن بقى في مباراه اليوم ميدو نبيل اللاعب اللي امام حضراتكم اللي كان سجل اربع اهداف في دوري هذا الموسم، يعني سجل هدف في المقاولون وهدفين في زد وهدف في القناه. تتلعب الكره مره ثانيه، اكتر من لاعب في النادي الاهلي يعني لديهم اهداف
ودي حاجة جيدة وحاجة ممتازة. عندك إبراهيم عبد الحكيم، محمد وائل، ميدو أسامة، ميدو نبيل، سمير محمد، عبد الرحمن شريف، وعلي نادر أيضا اللي بيغيب بقى عن مباراة اليوم وهو هداف الفريق ولديه 6 أهداف، لأنه طبعا كان بيلعب مباراة ودية مع الفريق الأول زي ما سمعنا وزي ما شفنا وشاهدنا في الاستوديو التحليلي ما قبل بداية أحداث هذا اللقاء، وبيريح النهاردة يعني. قد انطلاقه ولكن تمر الى خارج الملعب، طلعت الكره بقى من اللاعب احمد اشرف وبقت رميه تماس من ناحيه اليمين لصالح نادي بيراميدز في مباراه اليوم. اسلام كمال بيلعب الكره الاماميه وترجع الكره مره ثانيه عن طريق اللاعب يوسف محمد اللي بيلعب الكره العاليه، وده عبد الرحمن رشدان، عبد الرحمن رشدان، ويعني بخبره كده من اللاعب عبد الرحمن رشدان في اللقطه اللي فاتت رغم الخطوره بقى، واللاعب محمود علي كان مكمل ولكن هو لمسها بلعبه راسيه كده بدون ما يتلخبط الى حارس المرمى مصطفى مخلوف. هجمه كانت في منتهى الخطوره الحقيقه لنادي بيراميدز في اللقطه الماضيه دي، انما اللاعب بقى اتصرف بشكل كويس جدا عبد الرحمن رشدان الحقيقه. ترجع الكره مره ثانيه للنادي الاهلي، احمد اشرف وسط الملعب، استلام من طعيمه، لعيب مميز ولعيب من اللعيبه اللي يعني انضموا بقى للفريق الاول بالنادي الاهلي والدرجه الاولى. ترجع الكره مره ثانيه عبد الرحمن رشدان بيلعب الكره الاماميه على حدود منطقه الجزاء، والمحاوله بقى واللمسه من اللاعب محمد اسامه توصل لعبد الرحمن شريف اللي بيلعبها عبد الرحمن شريف، انما تصل الى حارس المرمى سيف الدين منتصر حارس مرمى نادي بيراميدز في مباراه اليوم اللي تصدى لكره كانت في منتهى الخطوره ادي امامنا اللاعب عبد الرحمن شريف اللي كان سجل يعني هدف في هدفين بقى في دوري هذا الموسم في مرمى بلديه المحله ومرمى الجونه. ادي الكره اللي تتلعب على طول اماميه وتوصل بلمسه راسيه كده من اللاعب بقى امامنا عبد الرحمن رشدان الى حارس المرمى مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. احمد اشرف استلام، ادي امامنا الكره للاعب احمد طايمه، نقلات كده من لاعبي النادي الاهلي، ابراهيم عبد الحكيم، ابراهيم بيلعب الكره لعبد الرحمن رشدان، الاثنين بقى اللي بيبداوا الهجمه كده من الخلف، ادي عبد الرحمن بيلعب ناحيه اليمين عند محمد وائل، استلام من محمد وائل، محمد وائل بيلعب الكره الاماميه عايز يلعبها كده في اتجاه اللاعب ميدو نبيل، انما على طول بقى دفاع نادي بيراميدز عن طريق اللاعب يوسف محمد وايضا بقى اللاعب عمرو احمد، وتطلع الكره وتبقى رميه تماس من ناحيه الشمال مشاهدين الاعزاء او من ناحيه اليمين للنادي الاهلي، تتلعب على طول محمد وائل، استلام من محمد وائل ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس مره ثانيه، المره دي بقى لصالح نادي بيراميدز من ناحيه الشمال. ادي محمد وائل امام حضراتكم كان سجل هدف في نادي السد باسوان اللي بيشغل الجبهه اليمنى للنادي الاهلي في هذا الموسم ومباراه اليوم. تتلعب الكره اماميه عاليه وتوصل مره ثانيه بلمسه كده في وسط الملعب للنادي الاهلي، ادي الكرة الأمامية من ميدو نبيل تبحث بقى عن اللاعب سمير محمد اللاعب اللي لديه 5 أهداف اللي أمام حضراتكم ده، إنما الكرة تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس. ادي سمير محمد سجل بقى هدفين في المقاولون وهدف في زد وهدفين في مرمى فيوتشر الحقيقة اللاعب سمير محمد، نتمنى إن هو أيضا يسجل النهارده بقى. هل بقى يقدر يسبق اللاعب علي نادر؟ منافسة يعني منافسة جيدة ومنافسة جميلة ما بين لاعبي النادي الأهلي، علي نادر عنده 6 أهداف واللاعب سمير محمد عنده 5 أهداف وميدو نبيل عنده 4 أهداف، يعني حاجة متميزة وسباق بقى على الهدافين في النادي الأهلي، ولكن سباق خلي بالك في صالح الفرقة، يعني هما بيلعبوا وبيسجلوا أهداف ولكن بطريقة جماعية مميزة جدا. وادي بقى الكورة تمر إلى خارج الملعب لصالح النادي الأهلي. هنشوف ادي امامنا طبعا الحضور المتواجدين في ملعب المباراه، كابتن وليد سليمان وكابتن محمد شوقي وكابتن احمد ناجي والبقيه في الحضور اليوم بقى وقطاع الناشئين للنادي الاهلي، معاهم طبعا الكابتن الكبير كابتن بدر رجب. ادي الكره العرضيه العاليه داخل منطقه منتهى الخطوره ومحاوله مره تانية ارتباك بقى ولكن الكره تمر الى خارج الملعب عن طريق بقى اللاعب اللي امام حضراتكم احمد وائل، وتطلع وتبقى ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين مشاهدينا الاعزاء. ركله ركنيه للاهلي من ناحيه اليمين، وادي الاعاده، ادي الاعاده وادي المحاوله بقى من اللاعب سمير محمد ولكن احمد وائل في التغطيه بيخرج الكوره قبل بقى ما تصل الى اللاعب محمد وائل لاعب النادي الاهلي، وتبقى ركله ركنيه للاهلي من ناحيه اليمين، ركله ركنيه للاهلي من ناحيه اليمين. وحكم اللقاء كده يبدو انه في بعض المناوشات ما بين اللاعبين داخل منطقه الجزاء علشان كده يعني بيوقف المباراه وبيتكلم مع اللعيبه. وادي امامنا بقى الشد والجذب اللي ده طبعا كلنا بنشوف الكلام ده داخل منطقه الجزاء، المهاجم بيحاول يتحرك والمدافع ما بيسيبوش براحته والامور اللي كلكم حافظينها وعارفينها يعني. ادي الكره تتلعب وتطلع وتبقى ركله ركنيه مره ثانيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين في مباراه اليوم. الركله الركنيه نلعب في الدقيقه 12
من احداث الشوط الاول من هذا اللقاء، ولا زال طبعا التعادل السلبي بدون اهداف. وادي الركله الركنيه الاهلاويه تتلعب على طول، عرضيه عاليه خطره مش ممكن، هل هدف؟ بالفعل هدف اول، بالفعل هدف اول في مباراه اليوم للنادي الاهلي. متابعه جيده، متابعه جيده، والهدف الاول في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. ادي بقى الكره الحلوه والهدف الاول في احداث المباراه مشاهدينا. اسلام عبد الله، اسلام عبد الله بيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي. ادي الكره العرضيه من الركله الركنيه واصطدمت بالعرضه كده، وحكم اللقاء مع المساعد يعني اشاروا ان هي عدت الخط. ادي العرضيه، ادي اللقطه، وادي الكره، وادي الراسيه، وادي الكره الى داخل الشباك، الى داخل الشباك علشان يتقدم النادي الاهلي بالهدف الاول في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. الاهلي 1 وبيراميدز لا شيء. هدف مستحق للنادي الاهلي في مباراه اليوم، نظرا بقى يعني للضغط الكبير اللي عمله النادي الاهلي ووصوله لاكثر من مره الحقيقه لتشكيل خطوره على مرمى نادي بيراميدز في مباراه اليوم. وبالفعل الاهلي يتقدم بالهدف الاول في احداث هذا اللقاء. وادي بقى لمسه اليد لصالح النادي الاهلي من ناحيه الشمال، هدف جميل وهدف في توقيت مميز. وادي حكم اللقاء محمد سيد بكر، حكم مباراه اليوم مشاهدينا، وواحد صفر للنادي الاهلي. الهدف اللي يعني اتى وترجم بقى السيطره الكبيره اللي شكلها لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم على نادي بيراميدز وعلى دفاعات نادي بيراميدز، وبالفعل قدروا ان هم يصلوا الى الشباك ويسجلوا الهدف الاول في مباراه اليوم. وطبعا يعني حكم اللقاء محمد سيد بكر ومعاه محمد ايهاب المساعد بقى الاثنين مصحصحين وشايفين الكوره ويعني بيحتسبوا الهدف الاول للنادي الاهلي في مباراه اليوم. ركله حره للاهلي في احداث هذا اللقاء اللي اصبح متقدم بهدف مقابل لا شيء. ادي الكره العرضيه العاليه عاليه ولكن الى خارج الملعب طلعت وبقت ركله مرمى في مباراه اليوم. واللاعب اسلام عبد الله اللي كان مكمل في اللقطه الماضيه مشاهدينا الاعزاء، ادي الهدف وادي الاعاده وادي اللعبه الراسيه الحلوه والكره الى داخل الشباك، والهدف الاول للنادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. ترجع الكره مره ثانيه وتتلعب على طول كده في وسط الملعب، محاولات من لاعبي بيراميدز. ادي الكره الاماميه انما تصل الكره لمحمد وائل، محمد وائل بيلعبها في وسط الملعب للاعب ميدو انما اتقطعت وصلت هناك ناحيه شمال للاعب زياد صلاح، بيحاول يعدي زياد، بيحاول يعدي زياد ولكن بقى التغطيه على طول الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى. التغطية بقى من اللاعب عبد الرحمن رشدان واسلام عبد الله وابراهيم عبد الحكيم واللاعب ميدو نبيل ايضا اللي كان راجع ومكمل في اللعبة اللي فاتت دي اللي امام حضراتكم، وطلعت وبقت ركلة مرمى للنادي الاهلي في مباراة اليوم. الهدف اللي سجله النادي الاهلي ده هيخلي لاعبي النادي الاهلي يلعبوا هم مرتاحين بقى بعد ما عملوا ضغط وقدروا ان هم يسجلوا هدف اول في مباراة اليوم. والاهداف دايما بتعلي الروح المعنوية وبتخليك تلعب وتطلع بقى كل طاقتك الفنية في ارض الملعب، وده اللي احنا عايزينه، عايزين بقى نشوف متعة من لاعبي النادي الاهلي. ادي امام حضراتكم ميدو اسامه بيلعب الكره هناك ناحيه شمال لاحمد اشرف، لميدو اسامه مره ثانيه والمحاوله ميدو اسامه ولكن تمر الكره بقى، هنشوف هل هي ركله ركنيه ولا حكم اللقاء ادها ركله مرمى. ده ادى فاول، ادى مخالفه لنادي بيراميدز في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. ادي امام حضراتكم اللقطه وادي الاعاده وادي التدخل، يعني ان ما كانش فاول للنادي الاهلي تبقى ركله ركنيه، انما حكم اللقاء ادها لنادي بيراميدز طبعا زي ما حضراتكم شايفين. يوسف محمد بيلعب الكرة الأمامية العالية وتوصل الكرة هناك ناحية اليمين، وادي المحاولة بقى في هذه اللحظات لصالح نادي بيراميدز من الجانب الأيمن من ملعب المباراة عن طريق اللاعب إسلام اللي بيلعب لعمر في وسط الملعب، وادي بقى بوجه القدم كده بيلعب الكرة الأمامية ولكن الضغط يا سلام بياخدها بشكل كويس جدا عبد الرحمن شريف وبيحاول يبدأ الهجمة بسرعة كده في اتجاه اللاعب ميدو أسامة، إنما التغطية الدفاعية ترجع الكرة لعربي، عربي بهاء بيلعبها انما بقى اتقطعت ووصلت اماميه، وادي حارس المرمى، حارس المرمى بيلعبها بلعبه راسيه في اللقطه اللي فاتت دي على طريقه بقى المدافعين، وتوصل الكره مره ثانيه للاعبي النادي الاهلي اللي عاملين ضغط كويس جدا. احمد اشرف بيحاول يعدي من ناحيه شمال ويستخدم بقى مهارته احمد اشرف ويمر بشكل جيد ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع، ويعني حكم اللقاء ادى المخالفه لصالح نادي بيراميدز في اللقطه الماضيه. احمد اشرف اللي بيقود الجبهه اليسرى الهجوميه للنادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، لعيب من اللعيبه الجيدين جدا ولعيب من اللعيبه الرائعين الحقيقه. شفنا التالق ايضا لكريم الدبيس مع الفريق الاول للنادي الاهلي وارقامه المميزه اللي عملها في المباراه الحقيقه مباراه ميدامه، الراجل لمس الكره 84 مره واجمالي التمريرات كانت 57 زي ما استعرضهم بقى دكتور احمد ثابت ما قبل بدايه احداث هذا اللقاء. نادي الاهلي اللي لديه لعيبه مميزين جدا ايضا في قطاعات الناشئين بيشغلوا الجبهه اليسرى. تتلعب الكره مره ثانيه وتصل الكره الى ميدو اسامه بيحاول يعدي، ميدو اسامه
والفاول للنادي لنادي بيراميدز على النادي الاهلي على اللاعب ميدو اسامه. اول ربع ساعه مر من احداث هذا اللقاء، وادي امامنا بقى كابتن احمد عبد الظاهر المدير الفني، بالمناسبه كان مدافع بقى هذا اللاعب، وكان انضم لناشئ النادي الاهلي، وكان هو صغير السن يعني، وهو سنه 13 سنه انضم لفريق الناشئين بالنادي الاهلي، وكان تم تصعيده للفريق الاول بعمر 19 سنه، ولعب من موسم 2000 ل 2007 من جيل بقى الكابتن سيد عبد الحفيظ ومحمد فاروق وكابتن احمد فوزي. ترجع الكره مره ثانيه، كل التوفيق للكابتن احمد عبد الظاهر. وادي كره بقى خطره خطره، وادي سمير، وادي سمير خطره، يلا يا سمير، سمير محمد، سمير محمد الهداف اللي عنده 5 اهداف بيحاول فيها اللقطه الماضيه، ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله ركنيه. ادي سمير محمد امام حضراتكم، يبدو انه يعني لافف حاجه على راسه كده زي ما حضراتكم شايفين. ادي سمير محمد اللي حاول بقى يستخدم مهارته، هو فكر تفكيرين بالمناسبه، قال لك العب الكره بالعرض ولا امر، علشان كده طلعت بالشكل ده، ولاعب نادي بيراميدز خرج الكره الى خارج الملعب وطلعت بقى للنادي الاهلي وبقت ركله ركنيه للاهلي من ناحيه اليمين. الاهلي بالمناسبه اللي كان سجل الهدف الاول ليه من لعبه زي دي، من ركله ركنيه اتلعبت بشكل جيد من ناحيه اليمين، واللاعب يعني اسلام عبد الله استطاع ان هو يسجل الهدف الاول للنادي الاهلي في مباراه اليوم. ادي الركله الركنيه تتلعب على طول عرضيه، ومره تانية بقى بيطلع اللاعب اوجو سامويل اللاعب النيجيري بقى المحترف مع نادي بيراميدز في مباراه اليوم، انما ترجع الكره مره تانية، انطلاقه وتصويبه، تصويبه حلوه، جول، الهدف الثاني، الهدف الثاني وسلاح التصويب، وسلاح التصويب في مباراه اليوم. الاهلي بيسجل الهدف الثاني في احداث هذا اللقاء من تصويبه قويه، من تصويبه حلوه، من تصويبه رائعه جدا. ايه ده، هل بقى اسلام عبد الله بيضيف الثاني ولا ايه؟ هنشوف. انما هدف جميل جدا، هدف جميل جدا في احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء. وادي بقى يعني الاحتفال والدعم للقضيه الفلسطينيه، وادي اسلام بالفعل، اسلام عبد الله هو يوم النهارده، هو يوم النهارده بتصويبه حلوه جدا من اسلام، وتصطدم بقى بالقائم الايسر والى داخل الشباك علشان يسجل النادي الاهلي الهدف الثاني في مباراه اليوم. وفي الدقيقه 18 مشاهدينا الاعزاء الاهلي اصبح 2 وبيراميدز لا شيء، حاجه جميله جدا وحاجه محترمه. وادي انطلاقه بقى وحكم اللقاء المره دي المساعد هنا محمد ايهاب اللي امام حضراتكم بيوقف اللعب وبيدي المخالفة لصالح نادي بيراميدز في أحداث هذا اللقاء. ترجع الكرة مرة تانية، عاد انطلاقة بقى من ناحية شمال عن طريق اللاعب محمود علي اللي بيعدي وماشي، إنما إسلام عبد الله متألق النهاردة وقدر إن هو يسجل هدفين. وادي محاولة مرة تانية للاعبي بيراميدز في مباراة اليوم، والكرة تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس عن طريق اللاعب أحمد أشرف لاعب النادي الأهلي. توصل الكرة مرة تانية في وسط الملعب لنادي بيراميدز، وادي التمريرة الأمامية، اسلام بيقطع الكره وبيلعبها لاحمد اشرف، ادي احمد اشرف، اماميه من احمد اشرف في وسط الملعب عن طريق اللاعب سمير محمد اللاعب الجيد واللاعب اللي بيتحرك بشكل متميز الحقيقه، ومعاه اللاعب عبد الرحمن شريف اللي بيلعبه بقى ويحمله الامال الهجوميه للنادي الاهلي النهارده، ولكن اسلام عبد الله فاجئ الكل وقدر ان هو يسجل هدفين. بالمناسبه ايضا ابراهيم عبد الحكيم اللاعب اللي هو بيلعب وبيشغل بقى مركز قلب الدفاع للنادي الاهلي لديه هدفين ايضا، لديه هدفين كان سجلهم في انبي والمصري. ادي امامنا طبعا اكيد رضاء وسعاده على الكباتن الكبار اللي موجودين النهارده في ملعب المباراه مشاهدينا الاعزاء بيتابعوا احداث هذا اللقاء، كابتن وليد سليمان النجم الكبير وكابتن محمد شوقي وكابتن احمد ناجي. ادي الكره تتلعب على طول للنادي الاهلي اللي اصبح متقدم مع مرور اول تلت ساعه من احداث الشوط الاول من هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي شاشه قناه الاهلي في كل مكان. الاهلي 2 لا شيء على نادي بيراميدز. ادي الكره تتلعب على طول، ابراهيم عبد الحكيم، ابراهيم بيفتح الملعب هناك ناحيه شمال اسلام عبد الله، ادي اسلام لاعب المتالق في مباراه اليوم بيلعبها الى احمد اشرف، استلام وانطلاقه، مرور من احمد اشرف بيلعب الكره للاعب عبد الرحمن شريف، عبد الرحمن شريف بيلعب الكره العرضيه انما اتقطعت وصلت مره ثانيه في اتجاه اللاعب محمود علي بيحاول يعدي يضغط ويجيبها طايمه، ولكن حكم اللقاء كابتن محمد سيد بكر حكم منطقه القاهره لكره القدم بيدي الفاول لصالح نادي بيراميدز من يعني وسط الملعب بتاعهم كده ناحيه اليمين. ادي امامنا كباتن الكبار اللي موجودين في ملعب المباراه والكابتن محمد شوقي كده بيدون بعض الملاحظات. ترجع الكره مره ثانيه، الاهلي اصبح متقدم 2 لا شيء على نادي بيراميدز الحقيقه، وبالمناسبه كان يقدر يسجل اكتر من هدف يعني. ادي بقى الانطلاقه، وادي اللاعب اوجو سامويل، ادي المحترف اهو بيحاول يعدي اللاعب النيجيري في هذه اللقطه انما اتقطعت. تايم بياخدها وبيلعبها لمحمد وائل، محمد وائل بيلعب الكره الاماميه. الحقيقه عجبني جدا اداء النادي الاهلي النهارده على المستوى الهجومي وايضا على المستوى الدفاعي. ادي كره حلوه عبد الرحمن شريف
عبد الرحمن شريف يتقدم للامام وماشي، ولكن اتقطعت ورجعت الكره مره ثانيه من دفاعات نادي بيراميدز، ودي كره في وسط الملعب. طايمه بيعدي وماشي، طايمه بيعدي طايمه وماشي، ولكن اتقطعت منه الكره وصلت مره ثانيه لصالح نادي بيراميدز عن طريق اللاعب هنا امامنا براء جمال، يتقدم من ناحيه الشمال وبيلعبها في وسط الملعب زياد صلاح، انما يا ولد يا لعيب بياخدها على طول محمد اسامه وبيلعب الكره الاماميه، استلام بشكل جيد من اللاعب سمير محمد، بيحاول يعدي سمير انما اتقطعت منه. وادي بقى لاعبي النادي الاهلي طايمه بيقدروا ان هم ياخدوا الكره الثانيه بشكل جيد، لاعبي الاهلي يعني لما الكره بتتقطع من لاعبي بيراميدز الاهلي على طول بيستعيدوها زي ما حضراتكم شايفين، ادي الصوره بتوصف وبتتكلم امام حضراتكم. ابراهيم عبد الحكيم بيلعب الكره الى عبد الرحمن رشدان اللي بيلعب التمريره الاماميه، عبد الرحمن رشدان لمحمد وائل، وادي العرضيه الحلوه من محمد وائل ومحاوله، اه لو لمس بقى سمير، اه لو لمس سمير، انما ترجع الكره هناك ناحيه شمال احمد اشرف، عرضيه مره ثانيه وادي الخطوره سمير ومحمد وائل والتصويبه، انما تصطدم بدفاع نادي بيراميدز وترجع الكره مره ثانيه. عرضيات متميزه من محمد وائل ومن اللاعب احمد اشرف الحقيقه يعني. ابراهيم عبد الحكيم بمنتهى الهدوء كده بياخد الكره ومنتهى القوه ايضا في اللقطه الماضيه. رشدان بيلعب الكره الى مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الاهلي في مباراه اليوم، مصطفى مخلوف بيلعب الكره ناحيه الشمال، اسلام عبد الله لابراهيم عبد الحكيم لاسلام، تحكم من لاعبي النادي الاهلي في رتم وسير المباراه يعني زي ما حضراتكم شايفين كده يعني. نقلات من لاعبي النادي الاهلي في وسط الملعب او في التلت بقى الدفاعي ليهم علشان يبداوا ان هم يتقدموا للامام ويعملوا هجمه مركزه كده على نادي بيراميدز في مباراه اليوم. ميدو اسامه، احمد اشرف في وسط الملعب مره ثانيه، اسلام اسلام بيعدي وماشي وبيلعب التمريره الاماميه الحلوه، ميدو نبيل بيلعبها لطعيمه، طعيمه بيفتح الملعب جميله جدا لمحمد وائل داخل منطقه الجزاء، محمد وائل محمد وائل، ومحاوله لعمل كره عرضيه من محمد وائل ولكن تمر الى خارج الملعب وتبقى ركله ركنيه، تبقى ركله ركنيه للنادي الاهلي، تبقى ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. وادي الكلام بقى، ادي الكلام هنا من اللاعب محمود علي اللي بيتكلم مع حكم اللقاء. طبعا خلاص الحكم ادى القرار ومش هيرجع فيه، وممكن اعتراضاتك دي تؤدي الى انك تاخد انذار يعني. الكلام بقى للعيبه الناشئين مشاهدينا الاعزاء لابد انه يعني يتعلم انه الكلام مع حكم اللقاء شيء غير جيد وغير محمود، لانه ممكن تاخد انذار وتتسبب في مشكله بدون داعي يعني. لازم بقى اللاعب انه هو ناشئ كده يتعلم انه ما يتكلمش مع الحكم يعني. ادي كره عرضيه خطره، عرضيه والهدف الثالث، الهدف الثالث في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، الهدف الثالث في احداث هذا اللقاء، الهاتريك بقى في مباراه اليوم لاسلام في احداث المباراه يعني. ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي، ده النهارده يومك يا ابني. وادي بقى الكره الراسيه الحلوه الحلوه الحلوه، شوف بقى شوف بقى اللمسه يا ولد يا ولد يا ولد، وما قدرش يعمل لها حاجه سيف الدين منتصر في اللقطه الماضيه. واسلام عبد الله، يا اسلام يا عبد الله، يا اسلام يا عبد الله، وادي الكابتن وليد سليمان بيقول له بقى بالعقل، والراجل لعبها بالجبهه بشكل جيد جدا. اسلام عبد الله، اسلام عبد الله النهارده يومه، النهارده يومه، يوم جميل ويوم حلو لهذا اللاعب اللي امام حضراتكم المتالق في مباراه اليوم، اللي قدر ان هو يسجل ثلاث اهداف هاتريك في احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء يعني. اللاعب علي نادر كان سجل هاتريك في مباراه فيوتشر، وادي بقى اسلام عبد الله بيعيد يعني مره ثانيه ان هو بقى بيسجل هاتريك يعني، بيقدر ان هو يسجل هاتريك للمره الثانيه في هذا الموسم من قبل بقى لاعبي النادي الاهلي. ادي الاعاده وادي اللعبه وادي التالق بقى الحقيقه من اللاعب اسلام، شوف بقى التوجيه، شوف التوجيه، وحطها حلوه وقويه على حارس المرمى سيف الدين منتصر اللي ما عرفش يتعامل معاها في اللقطه الماضيه، وقدر بقى اسلام عبد الله انه يسجل الهدف الثالث للنادي الاهلي في مباراه اليوم. ويعني بقى في بعض الكلام كده من المديرين الفنيين بره مع اللاعبين، وادي بقى امامنا سيف الدين منتصر الحارس لنادي بيراميدز اللي امام حضراتكم، اللي يعني اللاعب اسلام عبد الله اصابه بالخضه النهارده يعني. الحارس اللي امام حضراتكم ده حارس مرمى نادي بيراميدز في مباراه اليوم سيف الدين منتصر، سيف الدين منتصر يعني الكوره كده والهدف الثالث اللي سجله اسلام عبد الله. الراجل بقى يعني واقف بدون رقابه تماما داخل منطقه الجزاء ومتمركز بشكل جيد، ولعبها قويه بلعبه راسيه بالجبهه، بالجبهه في الزاويه اليسرى، وادي بقى اعاده للاهداف، ادي الهدف بقى. شوف الراجل يعني النهارده سجل هدفين بلعبه راسيه وسجل هدف من تصويبه اللاعب اسلام عبد الله اللي امام حضراتكم في اللقطه الماضيه. اعداد بقى من مخرجنا استاذ محمد الدكروري في اللقطه الماضيه. ادي بقى امامنا لاعبي بيراميدز، النتيجة أصبحت الأهلي 3 وبيراميدز لا شيء،
وبنلعب في الدقيقة 27 من عمر وأحداث الشوط الأول من هذا اللقاء. تألق كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي مواليد 2003، وحتى الآن كسبانين 3، يعني حاجة جميلة جدا. نادي الأهلي بقى الفريق الأول اللي استطاع أن هو يحصل على كأس مصر وكأس السوبر من نادي بيراميدز. هذه الكرة تتلعب على طول أمامية وتوصل في وسط الملعب كده أمامنا، والفاول لصالح نادي بيراميدز في مباراة اليوم. 3 الأهلي لا شيء بيراميدز في أحداث هذا اللقاء. إسلام عبد الله، ولسه يعني أعتقد أنه عندك سمير محمد وعندك عبد الرحمن شريف وميدو نبيل وميدو أسامة وغيره من اللاعبين قادرين بإذن الله أن هم يسجلوا أهداف أخرى ويضعفوا النتيجة بقى للنادي الأهلي في مباراة اليوم. تتلعب الكرة مرة تانية، كرة كده في وسط الملعب مشاهدينا لصالح نادي بيراميدز، وادي النقلات وتتلعب على طول أمامية من اللاعب أحمد وائل، توصل هنا ناحية الشمال عند اللاعب زياد صلاح بيحاول يعدي، إنما ميدو نبيل بيقطع وتتلعب على طول أمامية. هذه الكرة الأمامية الملعوبة واستلام بقى من سمير، بيعدي سمير محمد، أخذ الكرة كده ناحية اليمين وعدى بشكل جيد ودخل منطقة عليه سمير سمير سمير، والعرضية من سمير عرضية منتهى الخطورة، ولكن بيطلع دفاع بيراميدز ترجع لسمير مرة تانية، بيلمس بلعبة رأسية كده في اتجاه اللاعب عبد الرحمن شريف، إنما الترويض الرائع والجميل من طعيمة يا ولد يا لعيب. شوف امتصاص الكرة من طعيمة في اللقطة اللي فاتت دي، ده يدل على إنه لعيب جيد الحقيقة. أدي بقى الانطلاق أحمد أشرف من ناحية الشمال والمحاولة من ميدو أسامة ومعه أحمد أشرف والمحاولة، وميدو نبيل على طول بيطلع الكرة إلى خارج الملعب بمنتهى الروح الكبيرة كده من اللاعب ميدو نبيل. الأهلي متقدم 3 خلي بالك، وكرة رمية تماس لنادي بيراميدز يعني من ناحية اليمين، إنما شوف الإصرار وشوف بقى القوة والحماس الكبير اللي يعني بيلعب به اللاعب ميدو نبيل الكرة اللي فاتت دي. دي تدي لك إيحاء كده إن لاعبي النادي الأهلي مع كابتن أحمد عبد الظاهر واخدين الأمور بكل جدية، حتى لو الأهلي متقدم 3 مفيش مشكلة. اللاعب بيلعب بقوة ورجولة ويقدر إن هو يضيف الكثير من الأهداف، يعني زمان كده كان المعلق يتكلم يقول لك إنه طالما النتيجة 3 اللاعب المصري بتلاقيه يعني بيهدى كده وما بيسجلش أهداف تانية والأمور دي، لا الوضع اختلف دلوقتي، وزي ما حضراتكم شايفين معانا في مباراة اليوم الأهلي متقدم 3 على بيراميدز ويسعى لإضافة المزيد يعني. وشفنا اللاعب ميدو نبيل أخذ الكرة بشكل عامل إزاي في اللقطة اللي فاتت دي، طلعها إلى خارج الملعب يعني. ترجع الكرة لسمير لميدو نبيل، أدي ميدو لمسة في اتجاه اللاعب أحمد أشرف، إنما تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس، رمي التماس بقى من ناحية اليمين لصالح نادي بيراميدز في مباراة اليوم اللاعب إسلام كمال. هذه اللقطة وهذه الاستلام وهذه بقى اللاعب سمير محمد. قلت لحضراتكم الأهلي دايما بياخدوا الكرة التانية بسرعة، وده شيء يعني مخلي الأهلي مسيطر على المباراة وهو الأخطر يعني. ميدو نبيل مرة تانية بيلعب الكرة هناك ناحية الشمال، هذه أمامنا أشرف بيلعب بكرة عرضية عند سمير. يا ولد العيب أخدها لنفسه حلوة اللاعب بقى سمير محمد في اللقطة اللي فاتت دي. سمير محمد يعني عدى من الاثنين كده بشكل جيد، ولكن يعني ما انتهتش بقى نهاية سعيدة لهذا اللاعب، كان لو سجل الهدف ده كان هيكون هدف من أجمل الأهداف، نظرا بقى للترقيصة الحلوة قوي من اللاعب سمير محمد وأخذ الكرة يعني من دفاع بيراميدز بالشكل الجميل اللي شفناه ده. ترجع الكرة مرة تانية، إبراهيم عبد الحكيم للنادي الأهلي. إبراهيم بيلعب الكرة هنا ناحية اليمين، محمد وائل وعامل له بقى هنا يعني المساندة اللاعب عبد الرحمن رشدان، لما محمد دخل قلب الملعب ولعبها في اتجاه ميدو نبيل، أدي ميدو نبيل ولكن اتقطعت الكرة من اللاعب أوجو صامويل والكرة تمر إلى خارج الملعب وتبقى رمية تماس. اتلعبت الكرة للنادي الأهلي، رمي التماس للأهلي من ناحية الشمال بتتلعب على طول، نقلات كده من لاعبي النادي الأهلي في وسط الملعب، أدي على طول طايمة بيغير الملعب بشكل جيد عند مفتاح اللعب النهاردة اللاعب محمد وائل. أدي محمد وائل ليه عبد الرحمن رشدان في وسط الملعب، عبد الرحمن رشدان بيلعب كرة بينية حلوة لميدو نبيل، ميدو نبيل بيفتح الملعب لإسلام عبد الله، إسلام عبد الله بيلعب الكرة الأمامية إسلام عالية ومعدية حلوة لمحمد وائل ناحية اليمين، أدي محمد وائل بيسند على اللاعب عبد الرحمن رشدان اللي بيلعب الكرة الأمامية العالية داخل منطقة الجزاء، والمحاولة مرة تانية للنادي الأهلي إنما اتقطعت، وادي طايمة بيضغط وتصل الكرة هناك ناحية اليمين لنادي بيراميدز، ولكن حكم اللقاء اللي أمام حضراتكم محمد سيد بكر بيدي المخالفة
لنادي بيراميدز في مباراه اليوم. مر اول نصف ساعه بنلعب في الدقيقه 32 والاهلي متقدم 3 لا شيء على نادي بيراميدز. سجل الثلاث اهداف اللاعب المتالق بقى النهارده اسلام عبد الله، هدفين، هدف من ركله ركنيه كده الهدف الاول، والهدف الثاني من تصويبه بالقدم اليسرى. وادي امامنا بقى طبعا الاعاده في اللقطه الماضيه اللي امام حضراتكم اللي كانت يعني حكم اللقاء اداها فاول لنادي بيراميدز في مباراه اليوم، وامام حضراتكم الاعاده يعني. انما ترجع الكره مره ثانيه للنادي الاهلي عن طريق اللاعب طايمه، بيعدي بشكل كويس جدا احمد طايمه وبياخد فاول احمد طايمه. ادي بقى لاعبي بيراميدز بداوا يعني يستخدموا العنف كده لايقاف بقى خطوره النادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. والركله الحره الاهلاويه من ناحيه الشمال تتلعب الكره مره ثانيه، اسلام عبد الله يتقدم للامام وماشي على مهله تماما، اسلام بيلعب الكره في الخلف مره ثانيه للاعب عبد الرحمن، انطلاقه للنادي الاهلي، وادي كره في وسط الملعب. المحاوله بقى هنا امامنا من ميدو اسامه، النمط قطعت ورجعت الكره لنادي بيراميدز. ادي ميدو اسامه بيضغط، ومع اللاعب عبد الرحمن شريف. ميدو اسامه بيحاول، ولكن بقى هنا امامنا اللاعب عربي بهاء بيعدي من لاعبي نادي بيراميدز وبيلعب الكره لاحمد وائل اللي بيتقدم بقى من ناحيه شمال. احمد وائل بيقابله محمد وائل، ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس، رمي التماس للنادي الاهلي. ادي حكم اللقاء بيتكلم مع اللاعب ميدو اسامه ومع اللاعب زياد صلاح لاعب نادي بيراميدز، ويعني بيكلمهم كده وبيقول لهم بلاش احتكاكات. وادي الروح الرياضيه ما بين بقى لاعبي الفريقين. ورمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء تتلعب على طول من عبد الرحمن رشدان لمحمد وائل، اخذها من اللاعب عبد الرحمن شريف. محمد وائل ولعبها حلوه، وادي الكره حلوه، يلا يا سمير، يلا يا سمير، يلا يا سمير. كان يقدر بقى سمير محمد في اللقطه اللي فاتت دي، وحارس المرمى سيف الدين منتصر بيمنع بقى يعني الهدف الرابع للاهلي في اللقطه الماضيه، والكره تمر. انما شوف الاسيست وشوف التمرير يا ولد يا لعيب يا ميدو يا اسامه، شوف ميدو اسامه لعبها لسمير محمد اللي حاول يلعبها عكس اتجاه بقى حارس المرمى سيف الدين منتصر. انما سيف الدين منتصر في اللقطه الماضيه قدر ان هو يتصدى الحقيقه لكره بقى اللاعب سمير محمد. تاني كوره يتصدى ليها الحارس سيف الدين منتصر من نفس اللاعب اللي هو سمير محمد لاعب النادي الاهلي، والاثنين كانوا وجها لوجه الحقيقه يعني. انما بقى امام اسلام عبد الله يعني لا ارى لا اسمع لا اتكلم، الحارس بقى اللي هو سيف الدين منتصر. اسلام عبد الله النهارده مسجل 3 اهداف بكل الطرق، سجل النهارده اسلام. ادي الكره تتلعب على طول عرضيه وتوصل مره تانية هناك لدفاعات نادي بيراميدز، ولكن تعود الكره الى اللاعب اسلام. ادي اسلام اهو بيلعب الكره هناك ناحيه اليمين، احمد اشرف بيلعب التمريره الاماميه الحلوه في اتجاه اللاعب عبد الرحمن شريف، والمحاوله من عبد الرحمن شريف ولكن تصل بقى الى سيف الدين منتصر حارس مرمى نادي بيراميدز في مباراه اليوم. سيف الدين منتصر بيلعبها على طول لاحمد وائل، احمد وائل ناحيه الشمال، وتصل الكره مره تانية للاعب محمود علي، محمود علي الى احمد وائل. وشوف الضغط اللي عامله لاعبي النادي الاهلي على لاعبي بيراميدز علشان كده ممكن يغلطوا. وادي بقى حارس المرمى، ادي حارس المرمى ما لقاش اي يعني قرار غير انه يلعب الكره بالشكل اللي شفناه مع حضراتكم ده الى خارج الملعب، لان لاعبي الاهلي ضغطوا عليه، كان ممكن بقى يخطئ ويعني يغلط ولاعبي الاهلي ياخدوها ويسجلوا بيها هدف او يشكلوا بيها خطوره. ادي حارس المرمى سيف الدين منتصر الى خارج الملعب، الضغط بقى اللي مشكله لاعبي النادي الاهلي النهارده على لاعبي بيراميدز. وادي رمي التماس عبد الرحمن رشدان بيلعب رمي التماس طويله داخل المنطقه في اتجاه اللاعب سمير محمد، انما دفاع بيراميدز بيخرجوها. ضغط من لاعبي النادي الاهلي عايزين يسجلوا الهدف الرابع في ماتش النهارده، متقدمين حتى الان بثلاث اهداف مقابل لا شيء. مصطفى مخلوف حارس المرمى، مصطفى مخلوف على مهله تماما، مصطفى مخلوف لسه الكرة مع مصطفى، بيلعب الكرة هنا ناحية اليمين، استلام بشكل جيد من اللاعب محمد أسامة في وسط الملعب لأحمد طايمة، في الخلف مرة تانية عبد الرحمن رشدان، محمد أسامة، بيلعب تمريرة كده في اتجاه اللاعب إبراهيم عبد الحكيم. إنما خلي بالك التمرير اللي بعرض الملعب ده أمام منطقة جزائك بيكون خطر شوية، لأنه لو اتقطع بتبقى مشكلة. انما ترجع الكره مره ثانيه للاعبي النادي الاهلي، وادي التمرير الاماميه الحلوه، ادي سمير، عدى المره دي، وسجل بقى سمير، سجل سمير اخيرا، انما عدى بشكل جيد جدا
من سيف الدين منتصر حارس المرمى، وسجل بقى سمير محمد الهدف الرابع للنادي الاهلي في مباراة اليوم، الهدف الرابع للنادي الاهلي من سمير محمد اللاعب الهداف اللي بيتساوى بقى دلوقتي مع علي نادر بست اهداف. يا ولد يا سمير، يا ولد يا سمير، عدى بقى المرة دي، قال لك استخدم مهارتي مع حارس المرمى سيف الدين منتصر، مش هيلعبها من مرة واحدة، لا هيعدي من حارس المرمى وبعدين يسجل بقى في الشباك زي ما حضراتكم شفتوا امام حضراتكم في اللقطه الماضيه. والاهلي اللي اصبح 4 على نادي بيراميدز في مباراه اليوم، رباعيه اهلاويه في 36 دقيقه من عمره واحداث الشوط الاول من هذا اللقاء، الاهلي اصبح 4. اللاعب سمير محمد اللي كان عنده 5 اهداف زي ما قلنا، هدفين في مرمى المقاولون وهدف في مرمى زد وهدفين في مرمى فيوتشر، واليوم يضيف هدف سادس ليه على المستوى الشخصي في دوري هذا الموسم علشان يبقى 6 اهداف زيه زي اللاعب نادر اللي بيغيب بقى عن مباراه اليوم. لاعب علي نادر ايضا اللي لديه 6 اهداف في دوري هذا الموسم. ادي انطلاقه وتصويبه بقى المره دي، انما تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لنادي بيراميدز، رباعيه اهلاويه على بيراميدز، ولسه ركله مرمى. سيف الدين منتصر بيلعب الكره الاماميه عاليه ومعديه وترجع الكرة من اسلام عبد الله الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس، اربع اهداف ملعوبين للاعبي النادي الاهلي، وتقدم بقى سيطرة يعني اكتساح اهلاوي النهارده في مباراة اليوم لنادي بيراميدز. الحقيقة تنوع في طريقة تسجيل الاهداف، شفنا هدفين بلعبة رأسية من ركلات ركنية وتصويب من خارج منطقة الجزاء واسيست كده وانطلاقة بقى من اللاعب سمير محمد اللي راوغ حارس المرمى وتصرف بشكل جيد امام المدافعين لنادي بيراميدز وقدر ان هو يسجل الرباعيه الاهلاويه المستمره بها نتيجه المباراه حتى الان. مشاهدينا الاعزاء، الاهلي متقدم على بيراميدز 4-0، وادي بقى ركله حره لنادي بيراميدز من ناحيه اليمين. احمد وائل جاي علشان يلعب بالقدم اليسرى صاحب القميص رقم 3، ركله حره وحائط بقى ثلاثي كده من لاعبي النادي الاهلي وركلة حرة لنادي بيراميدز. ودي أمامنا بقى مصطفى مخلوف حارس المرمى، وادي أحمد وائل بيسدد قوية، إنما كان يعني رايح معاها بقى حارس المرمى ومأمنها مصطفى مخلوف، وتطلع الكرة وتبقى ركلة مرمى للنادي الأهلي، ركلة مرمى للأهلي. ادي الإعادة، وادي بقى هنا أحمد وائل اللي لعب الكرة بالشكل اللي شفناه مع حضراتكم ده، ولكن تمر الكرة إلى خارج الملعب وطلعت وبقت ركلة مرمى للنادي الأهلي، يعني حامل لقب بقى دوري الجمهورية مواليد 2003 في الموسم الماضي. والآن بهذه النتيجة يعني حتى الآن الأهلي 28 نقطة وعلى صدارة جدول الترتيب. رمي التماس تتلعب على طول وعنده مباراة مؤجلة مع نادي فاركو، خلي بالك يعني. أدي كرة ترجع مرة تانية في اتجاه بقى أمامنا اللاعب ميدو نبيل وتصل إلى اللاعب أوجو صامويل، أدي أوجو صامويل لاعب النيجيري، والكرة تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس للنادي الأهلي من ناحية الشمال. تتلعب الكرة وتصل كده أمامية في اتجاه اللاعب سمير محمد للنادي الأهلي، إنما اتقطعت للاعبي بيراميدز مرة تانية. الكلام اللي كنا بنقول لحضراتكم عليه إنه الأهلي كان متقدم 3 وبيسعى لإضافة أهدافه، بالفعل أضاف الهدف الرابع وهو بيحاول يضيف أهداف أخرى يعني. هل نشهد بقى الهدف الخامس للنادي الاهلي في الخمس دقائق الاخيره على الوقت الاصلي لاحداث الشوط الاول من هذا اللقاء؟ هنشوف. ادي بقى محمد وائل بيلعب الكره لطايمه في وسط الملعب، احمد طايمه بمنتهى الهدوء، احمد طايمه بيلعب الكره مره ثانيه لمحمد وائل، يعني سيمفونيه رائعه بيعزفها لاعبي النادي الاهلي النهارده. ادي انطلاقه حلوه، محمد اسامه ناحيه اليمين بيلعب الكره العرضيه، هل بقى التصويبه الحلوه وتغير اتجاهها ومره ثانيه مش ممكن محمد وائل، وادي بقى التصويبه والمتابعه من عبد الرحمن شريف في اللقطه الماضيه للكره اللي ارتدت بقى من حارس المرمى. ادي الكره شوف بقى التصويبه هنا، من محمد وائل وحارس المرمى سيف الدين منتصر، وترجع الكره لعبد الرحمن شريف، ولكن عبد الرحمن شريف يطيح بالكره كده الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لنادي بيراميدز، وفرصه كبيره جدا من ضمن عدة فرص كثيرة أتيحت للاعبي النادي الأهلي الحقيقة في الشوط الأول. إبراهيم عبد الحكيم بيلعب الكرة، إبراهيم ترجع الكرة هناك ناحية اليمين، وهجمة خطر لبيراميدز داخل منطقة الجزاء ومحاولة كده في اتجاه اللاعب أوجو صامويل، إنما اتقطعت ورجعت الكرة للنادي الأهلي. أدي الهجمة المرتدة، الهجمة السريعة، أقل لمسات في أسرع توقيت، ترجع الكرة مرة ثانية ميدو نبيل بيلعبها في اتجاه اللاعب أحمد أشرف، إنما اتقطعت ورجعت مرة ثانية لميدو، وأدي أوجو صامويل بيعدي وماشي
ادي اوجو صامويل اللاعب القادم بقى من نادي ريمو ستارز النيجيري، وادي انطلاقه وكره كده تتلعب على طول عرضيه، ولكن بقى التغطيه الدفاعيه الحقيقه من اللاعب اسلام عبد الله يا ولد يا اسلام، بيلعبها الميدو نبيل لاحمد اشرف، وهجمه للنادي الاهلي، الهجمه السريعه تتلعب على طول لمحمد اسامه، يا سلام على اللمسه الحلوه في اتجاه اللاعب عبد الرحمن شريف، عبد الرحمن شريف عامل الضغط على اللاعب اسلام كمال لاعب نادي بيراميدز، ادي اسلام كمال، اسلام كمال عدى كده، خطر جدا الكلام اللي بيعمله اسلام، وتتلعب على طول في اتجاه اللاعب سيف الدين منتصر اللي بيلعبها اماميه. لاعب بيراميدز النهارده الاهلي مش مخليهم قادرين يتنفسوا زي ما حضراتكم شايفين، بيضغطوا عليهم في كل ارجاء الملعب، يعني حتى الكره لما بتصل الى سيف الدين منتصر الاهلي بيضغط، علشان كده الاهلي عامل يعني عامل شغل عالي جدا النهارده الحقيقه النادي الاهلي في مباراه اليوم مع المدير الفني بقى الكبير الكابتن احمد عبد الظاهر. الحقيقه ترجع الكره احمد طايمه بيلعب الكره هناك ناحيه الشمال، وادي المحاوله مره ثانيه في هذه اللحظات، احمد اشرف بيحاول يعدي، بيحاول يعدي، عد احمد اشرف، عد احمد اشرف، ولعب الكره العرضيه سمير، يلا يا سمير، وسمير لعب الكره كده في الخلف عايز يلعبها للقادم بقى من الخلف، والقادمون من الخلف في اللقطه الماضيه، لانه هو ما قدرش ان هو يجيب الكره يعني او يركب الكره بالشكل القوي لانها يعني كانت صعبه عليه شويه، فهو قال لك احيي الهجمه بدل ما العبها ضعيفه او تطلع بره يعني. ادي اللاعب سمير بيلعب الكره مره ثانيه لميدو نبيل، ميدو نبيل بيلعب الكره هناك ناحيه شمال احمد اشرف، شوف الاهلي يعني بيقسمه داخل منطقه الجزاء، النادي الاهلي وكانهم بيلعبوا مباراه خماسي داخل منطقه الجزاء، ادي الكره وادي العرضيه، ادي العرضيه وادي اللاعب سمير، حد كان يقول لك انه ممكن يلعب الكره في اتجاه المرمى، انما هي جت خلفه اهي زي ما حضراتكم شايفين في الاعاده امام حضراتكم، هي الكره جت وراه كده فالراجل لمسها قال لك يكون حد من الزملاء بقى جاي من الخلف كده ويقدر ان هو يضيف هدف خامس للنادي الاهلي، تصرف جيد من اللاعب سمير محمد، وادي ركله حره للنادي الاهلي من ناحيه الشمال في شوط اول ممتع وجميل، وادي انذار، ادي انذار للاعب عربي بهاء، عربي بهاء عبد الفتاح بياخد انذار لاعب نادي بيراميدز في اللقطه الماضيه، تدخل ومسك كده بقى للاعب ميدو نبيل لاعب النادي الاهلي اللي لديه اربع اهداف في هذا الموسم مع الفرقه، كابتن الفرقه النهارده ميدو نبيل زي ما قلنا سجل هدف المقاولون وزد والقناه، لاعب رقم 22 كابتن الفرقه النهارده اللي واقع على ارض الملعب نتمنى له السلامه، ميدو نبيل لاعب النادي الاهلي بينزل له على طول بقى كابتن الدكتور علاء مأمون وعمر شعراوي وعبد الحميد حسين المدرك، وادي الاعاده للاهداف امام حضراتكم، ادي الاعاده للاهداف، وادي اسلام عبد الله والتصويبه القويه اللي اصطدمت كده بالعرضه او القائم الايسر والى داخل الشباك، رباعيه اهلاويه النهارده، رباعية أهلاوية النهاردة، وركلة حرة للنادي الأهلي من ناحية الشمال، ركلة حرة للنادي الأهلي، وشايفين كده يعني حكم اللقاء واضح أنه بيشير بثلاث دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع كابتن محمد سيد بكر، خلاص بنلعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، وادي حارس المرمى سيف الدين منتصر، وادي الكرة تتلعب وسيف الدين منتصر بمنتهى الصعوبة بيطلعها وترجع الكرة مرة تانية للنادي الأهلي ناحية اليمين، كرة عرضية تصطدم كده وتطلع وتبقى رمية تماس للأهلي، ادي التصويبة من طايمة، شوف طايمة لعبها بشكل قوي جدا في اتجاه المرمى، ولكن حارس المرمى سيف الدين منتصر، رمية تماس للنادي الأهلي في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي والدقيقة 45 لأحداث الشوط الأول، الأهلي متقدم بأربع أهداف على نادي بيراميدز، وادي الكرة ملعوبة الأمامية من أوجو صامويل وانطلاقة ومحاولة من اللاعب عربي بهاء أمامية، إنما تصل إلى حارس المرمى مصطفى مخلوف اللي لعب الكرة براسه في اللقطة اللي فاتت مع انه كان يقدر يمسك، يعني ما هو فضل ان هو يبدأ الهجمة، برافو احمد اشرف عدى يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، انما مشي الكرة بقى يا احمد، عدى بشكل كويس في اللقطة الماضية من اكتر من لاعب، طايمة طايمة بيلعب كرة بينية حلوة لمحمد وائل خطرة جدا داخل المنطقة والعرضية من وائل، وادي بقى الهدف الخامس، ادي الهدف الخامس، ولكن بقى يبدو انه في تسلل، يبدو انه في تسلل، حسين هاني بيرفع رايته واوف سايد، تتلعب الكوره هدف ابيض كده كانت هتبقى خمسه للنادي الاهلي في الشوط الاول، محمود علي ناحيه شمال لنادي بيراميدز، محمود علي ادي محمود علي بيعدي داخل منطقه الجزاء وبيلعب كره عرضيه، ولكن بقى اسلام عبد الله النهارده اللي متالق على المستوى الهجومي وايضا على المستوى الدفاعي، وتسلل على نادي بيراميدز وركله حره غير مباشره، محمد ايهاب امام حضراتكم مساعد الاول، وادي على طول حارس المرمى مصطفى مخلوف، نلعب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع والمقدر بثلاث دقائق. كرة اتلعبت كده من عبد الرحمن رشدان عدت ما بين أقدام بقى لاعب نادي بيراميدز
وتصل الكرة للنادي الأهلي طايمة ناحية اليمين لمحمد وائل، عامل ماتش حلو الحقيقة محمد وائل النهارده. كرة في وسط الملعب للاعب ميدو نبيل لأحمد أشرف، نقلات من لاعبي النادي الأهلي، استهلاك بقى للوقت المحتسب بدلا من الضائع لأحداث الشوط الأول. الأهلي متقدم 3-4-0، 4-4 على نادي بيراميدز، وترجع الكرة في وسط الملعب مرة تانية وانطلاقة كده للنادي الأهلي عن طريق اللاعب محمد أسامة، ولكن الكرة تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس، وفي لاعب من نادي بيراميدز وقع على أرض الملعب اللي هو عربي بهاء. عربي بهاء نتمنى له السلامة إن شاء الله في مباراة اليوم. ودي كده الكابتن أحمد عبد الظاهر واقف على الخط للنادي الأهلي، وبينزل على طول رجال العلاج بقى من جانب نادي بيراميدز في أحداث هذا اللقاء لإسعاف اللاعب اللي وقع على أرض الملعب اللي هو عربي بهاء عبد الفتاح. الأهلي اللي عمل شوط أول جيد وشوط أول ممتع وشوط أول جميل، سجلوا فيه 4 أهداف في منتهى الجمال ومنتهى الروعة. أدي الإعادة للأهداف، وأدي الركلة الركنية، والهدف بقى يعني الحقيقة الثالث الجميل للنادي الأهلي في مباراة اليوم اللي بنشوفه بيتعاد أمام حضراتكم عن طريق اللاعب إسلام عبد الله بلعبة رأسية حلوة. وادي فرصة الهدف الرابع والتمريرة الجميلة الحقيقة من اللاعب ميدو نبيل في اتجاه اللاعب سمير محمد، اللي المرة دي راوغ بقى حارس المرمى سيف الدين منتصر وقدر ان هو يسجل الهدف الرابع للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء اللي مستمر به النتيجة حتى الان مشاهدينا الاعزاء. سمير محمد اللي كان يعني واجه حارس المرمى في مباراة اليوم 3 مرات، تصدى سيف الدين محمد منتصر حارس المرمى، سيف الدين منتصر حارس المرمى لنادي بيراميدز، تصدى الحقيقة لكورتين منهم، ولكن الثالثة اللاعب بقى سمير يعني عدى منه كده بشكل جيد وقدر ان هو يسجل الهدف الرابع للنادي الاهلي. وادي لاعبي النادي الاهلي عن طريق اللاعب محمد اسامه بيعيدوا الكره الى لاعبي نادي بيراميدز لسيف الدين منتصر حارس المرمى. بيلعب الكره الاماميه عاليه ومعديه وتصل كده في اتجاه اللاعب اوجو صامويل، انما محمد وائل لمسه وخطر وخطر لنادي بيراميدز في الوقت المحتسب بدلا من الضائع. وادي بقى اللاعب اوجو صامويل اللاعب النيجيري والمحاوله، ولكن بقى ابراهيم عبد الحكيم يتدخل في اللقطه الماضيه وبيقطع الكره، والانظار بقى تتجه نحو حكم المباراه كابتن محمد سيد بكر اللي يعني بنلعب في الدقيقه الرابعه من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الاول من هذا اللقاء. الاهلي متقدم على نادي بيراميدز 4-4 لا شيء. ادي حكم اللقاء ورمي التماس لنادي بيراميدز، بيقول لهم طبعا الوقت معاه وان هو النقاط الوحيد المباراه كلنا عارفين طبعا. وادي بقى هنا فاول وانذار، فاول وانذار، انذار للاعب النادي الاهلي، فاول لنادي بيراميدز من ناحيه الشمال. وادي الانذار امام حضراتكم من قبل حكم اللقاء محمد سيد بكر للاعب عبد الرحمن رشدان، او ده كان محمد وائل، وركله حره لنادي بيراميدز من ناحيه الشمال، اعتقد هي الاخيره بقى في الشوط الاول، اعتقد هي الاخيره في الشوط الاول من هذا اللقاء اللي الاهلي متقدم فيه على نادي بيراميدز لاعبا ونتيجه الحقيقه 4-4 لا شيء. ركله حره لنادي بيراميدز في مباراه اليوم بتتلعب على طول من اللاعب اسلام كمال، عاليه ومعديه. وادي بقى اللمسه والى خارج الملعب، ركله ركنيه الى خارج الملعب، التغطيه الدفاعيه الجيده من اللاعب اسلام عبد الله المتالق في مباراه اليوم، بيلمس كده وتبقى ركله ركنيه لنادي بيراميدز من ناحيه اليمين، ركله حره لبيراميدز من ناحيه اليمين مع نهاية بقى الوقت الأصلي والوقت بدل الضائع للشوط الأول. وادي الكرة تتلعب على طول في اتجاه اللاعب عبد الرحمن شريف، وفي هذه اللحظات كابتن محمد سيد بكر يطلق صافرة نهاية أحداث الشوط الأول من مباراة الجولة 13 في دوري الجمهورية مواليد 2003 ما بين الأهلي وبيراميدز، رباعية أهلاوية مشاهدينا الأعزاء. تقبلوا تحياتي تامر عبد السلام، وإلى أن نلتقي في الشوط الثاني لكم مني كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الفاصل عودة من جديد للكابتن أسامة حسني وكابتن محمد حشيش ودكتور أحمد ثابت.
شكرا من جديد للكابتن أسامة حسني وضيفيه الكباتن الكبار كابتن محمد حشيش ودكتور أحمد ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي شاشة الأهلي في كل مكان، أحداث الشوط الثاني من الجولة 13 لدوري الجمهورية مواليد 2003 ما بين الأهلي وبيراميدز. نتيجة أحداث الشوط الأول هي تقدم النادي الأهلي بأربع أهداف مقابل لا شيء. سجل الأربع أهداف إسلام عبدالله، سجل هاتريك اللاعب المتألق في مباراة اليوم، واللاعب سمير محمد أضاف الهدف الرابع في أحداث هذا اللقاء. في شوط أول الأهلي عزف فيه سيمفونية رائعة جدا جدا الحقيقة، لعبا ونتيجة وأداء رائع من أبناء الكابتن أحمد عبد الظاهر في مباراة اليوم ورباعية، وكان ممكن بالمناسبة النتيجة تزيد عن الأربعة، يعني هي 4-0 وكان ممكن الأهلي يسجل أهداف أخرى يعني في أحداث الشوط الأول من المباراة. مشاهدين الأعزاء، الأهلي عمل شوط أول وقدم شوط أول جميل، نتمنى أن احنا نشوف برضو أداء متميز من اللعيبة في الشوط الثاني، والأهلي يقدر بقى أن هو يضيف أهداف أخرى وأهداف جديدة على مستوى النتيجة في مباراة اليوم أمام نادي بيراميدز اللي قلنا الأهلي أصبح 4 زي ما حضراتكم شايفين. وبداية أحداث الشوط الثاني سريعا كده نذكر حضراتكم بتشكيل الفريقين: الأهلي مصطفى مخلوف، عبد الرحمن رشدان، إبراهيم عبد الحكيم، إسلام عبد الله، محمد وائل، أحمد طعيمة، أحمد أشرف، ميدو نبيل، ميدو أسامة، سمير محمد، وعبد الرحمن شريف. أما نادي بيراميدز: سيف الدين منتصر لحراسة المرمى، يوسف محمد، عبد الرحمن سيد، إسلام كمال، عمرو أحمد، عربي بهاء، أحمد وائل، زياد صلاح، أوجو صامويل، وبراء جمال، ومحمود علي. وقيادة تحكيمية المباراة اليوم: محمد سيد بكر بيعاونه، محمد إيهاب كحكم ومساعد تاني في أحداث المباراة، وحسين هاني في مباراة اليوم. مشاهدي الأعزاء، أدي على طول ميدو نبيل صاحب الأسيست الجميل جدا الحقيقة في الشوط الأول، أسيست الهدف الرابع واللي كان سجله بقى هنا أمامنا اللاعب سمير، وأدي تصويبة من أحمد طايمة ولكن تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركلة المرمى. أدي أحمد طايمة أمام حضراتكم وعايز يلعب الكرة كده بشكل جيد على طريقة بقى كأنه بينفذ ركلة حرة مباشرة في اللقطة اللي فاتت دي من خارج منطقة الجزاء، ولكن الكرة تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركلة مرمى لسيف الدين منتصر حارس المرمى لنادي بيراميدز في أحداث هذا اللقاء اللي تلقت شباكه أربع أهداف في الشوط الأول. أدي أوجو صامويل، إنما ترجع الكرة مرة تانية للنادي الأهلي، ميدو نبيل في وسط الملعب، نقلات كده من لاعبي بيراميدز، والانطلاقة أحمد طايمة بيقطع على طول كما كان الوضع يعني في الشوط الأول. لاعبي الأهلي دايما بيقدروا إن هم يستردوا الكرة سريعا من لاعبي بيراميدز، يعني لما بيراميدز بياخدوا الكرة كده بتجد لاعبي الأهلي بيعملوا عليهم ضغط على طول ويقدروا إن هم يستعيدوا الكرة مرة تانية، وده اللي احنا شفناه طوال أحداث الشوط الأول الحقيقة يعني، وادي أيضا مع بدايات الشوط الثاني. مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الأهلي اللي كان ضيف شرف في الشوط الأول في المباراة، مشاهدينا ادي مصطفى مخلوف واحد من الحراس المميزين الحقيقه يعني. تتلعب الكره اماميه توصل في وسط الملعب لطعيمه، استلام بمعلمه وثقه كده من طعيمه في وسط الملعب انما اتقطعت منه، وترجع الكره لعربي بهاء اللي بيلعب الكره الاماميه، محمد وائل او ده عبد الرحمن رشدان بيلعبها هناك لمحمد وائل لعبد الرحمن مره ثانيه، عبد الرحمن بيلعب الكره ولكن يعني بقلشه كده في اتجاه اللاعب اوجو صامويل لاعب النيجيري المحترف بقى مع لاعبي نادي بيراميدز في مباراة اليوم اللي بياخدوا ركلة حرة في هذه اللحظات، ركلة حرة لنادي بيراميدز في مباراة اليوم. من مشاهدين الأعزاء، هذه حكم اللقاء محمد سيد بكر بيدي الركلة الحرة للاعب أحمد وائل لاعب نادي بيراميدز اللي على التنفيذ دلوقتي هيلعب الفاول، والمخالفة لبيراميدز تتلعب على طول عرضية داخل منطقة الجزاء منتهى الخطورة خطرة جدا، ولكن بيطلع عبد الرحمن رشدان وترجع الكرة وتصويبة وتغير اتجاهها، تغير اتجاهها منتهى الخطورة، تغير اتجاهها منتهى الخطوره. براء جمال في اللقطه الماضيه والتصويبه، وادي بقى يعني الكوره اللي كانت عامله مشكله داخل منطقه الجزاء والتصويبه في اللقطه الماضيه مشاهدينا، وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله ركنيه لصالح نادي بيراميدز في بدايات بقى واحداث الشوط الثاني من المباراه. تتلعب الكره مره ثانيه، رجع بقى عبد الرحمن شريف بيقطع وبيأدي الدور الدفاعي في اللقطه الماضيه، وادي لاعبي بيراميدز اللي بداوا يضغطوا، وتعود الكرة من اللاعب عربي بهاء عبد الفتاح إلى حارس المرمى سيف الدين منتصر اللي بيلعب الكرة الأمامية العالية، ترجع بلمسة كده إلى خارج الملعب من اللاعب إسلام عبد الله واحد من نجوم الشوط الأول ونجوم المباراة اللي سجل ثلاث أهداف، ثلاث أهداف هاتريك سجلهم اللاعب إسلام عبد الله، وده تاني هاتريك للاعب من النادي الأهلي هذا الموسم بعد هاتريك بقى اللاعب علي نادر بمرمى فيوتشر. أدي الانطلاقة، وأدي على طول الكرة الأمامية من اللاعب إبراهيم عبد الحكيم، لمسة كده من ميدو نبيل هناك ناحية اليمين لمحمد وائل،
محمد وائل للنادي الاهلي، محمد وائل بيعدي وماشي ولكن على طول اتقطعت الكره ورجعت الكره مره تانية لصالح نادي بيراميدز في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. وادي الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء منتهى الخطوره، انما مصطفى مخلوف مصحصح تماما، مصطفى مخلوف وده يعني متواجد بقى الحقيقه في مستوى جيد جدا على الرغم من يعني قله بقى الكور اللي بتجيله الحقيقه. يعني بيراميدز يبدو انه اجرى تبديل، لاعب صامويل رقم 16 لاعب الافريقي الاخر المتواجد على مقاعد البدلاء يعني تم نزوله مع بدايه احداث الشوط الثاني. ادي امامنا لاعب من النادي الاهلي وقع على ارض الملعب. حقيقه الجهاز الفني للنادي الاهلي النهارده المتالق جدا بقى بقياده كابتن احمد عبد الظاهر، كابتن احمد جلال، كابتن خالد عثمان، كابتن محمد راشد المدير الاداري، كابتن عمر شعراوي مخطط الاحمال، كابتن علاء او دكتور علاء مامون طبيب الفرقه، والكابتن عبد الحميد حسين المدرك، وعبد الرحيم سونج مسؤول المهمات، وطبعا رمضان حارس ايضا مسؤول المهمات. كل التحيه ليهم على يعني الاداء الرائع اللي مقدمه اللعيبه النهارده للنادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. ادي كره مره ثانيه عبد الرحمن رشدان سلم كورته عبد الرحمن وبيلعب الكره الاماميه معديه كده للنادي الاهلي ولكن على طول مقطوعه وترجع في اتجاه اللاعب ميدو نبيل، انطلاقه كده من ناحيه الشمال والكره يعني تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين. الاهلي اللي عامل ماتش حلو ومتقدم زي ما حضراتكم شايفين 4. تتلعب الكره اماميه عبد الرحمن رشدان واصله في اتجاه اللاعب عبد الرحمن شريف وانطلاقه كده وفاول بقى من ناحيه اليمين للنادي الاهلي. فاول النادي الاهلي من ناحيه اليمين عن طريق اللاعب محمد اسامه اللي كان متقدم في اللقطه الماضيه امام حضراتكم. وادي بقى الشد والجذب في اللقطه الماضيه والركله الحره والانذار ايضا، انذار من قبل حكم اللقاء كابتن محمد سيد بكر بيدي انذار للاعب بيراميدز في اللقطه الماضيه، انذار هل بقى للاعب زياد صلاح، انما ركله حره لصالح النادي الاهلي. ادي امامنا حكم اللقاء كابتن محمد سيد بكر حكم مباراه اليوم، والركله الحره للنادي الاهلي. الاهلي اللي سجل ليه اللاعب اسلام عبد الله هدفين من يعني كورتين ثابتين كده، يعني من كورتين ثابتتين لركلات ركنيه، قدر بقى اللاعب اسلام ان هو يسجل هدفين بالعاب راسيه، هل بقى يقدر يضيف الهدف الثالث؟ وادي الكاميرا مع اللاعب سمير محمد اللي اصبح لديه 6 اهداف ايضا في دوري هذا الموسم. وادي كره خطره منتهى الخطوره المره دي اتلعبت في اتجاه المرمى ولكن في الشباك الخارجيه لحارس المرمى سيف الدين منتصر وطلعت الكره الى خارج الملعب اللاعب احمد اشرف والتصويبه في اللقطه الماضيه ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لصالح نادي بيراميدز في مباراه اليوم عن طريق بقى اللاعب سيف الدين منتصر اللي بيلعب الكره الاماميه. صامويل ترجع الكره مره ثانيه وادي النادي الاهلي محمد اسامه بيلعب الكره لميدو نبيل انما على طول اتقطعت وترجع مره ثانيه لميدو انما مقطوعه لنادي بيراميدز. وادي الانطلاقه بقى من ناحيه الشمال عن طريق اللاعب صامويل اللي نزل في الشوط الثاني وحكم اللقاء بيدي الكوره لصالح نادي بيراميدز. فاول لنادي بيراميدز. تعليمات بقى من كابتن احمد عبد الظاهر مدير الفني اللي اتكلم مع لاعبي النادي الاهلي بين الشوطين، اكيد قال لهم نواصل بنفس الجديه ونسجل اهداف تانية ونقدر ان احنا نمتع الجماهير اللي بتتابع طبعا اللقاء على الهواء مباشره عبر شاشه قناه الاهلي. وادي كره مره ثانيه ملعوبه داخل منطقه الجزاء لنادي بيراميدز. وادي بقى الكره الملعوبه في اتجاه اللاعب اوجو صامويل ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله ركنيه في هذه اللحظات. ادي امامنا الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي في مباراه اليوم كابتن احمد عبد الظاهر والبقيه بقى. وادي الركله الركنيه لنادي بيراميدز من ناحيه الشمال، ركله ركنيه لنادي بيراميدز من ناحيه الشمال في هذه اللحظات. نلعب في الدقيقة 54 من عمر وأحداث المباراة. وادي حارس المرمى مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الأهلي في مباراة اليوم، ركلة ركنية لنادي بيراميدز ولا زال اللاعب متوقف كده. وادي حكم اللقاء بيتكلم مع اللعيبة أو بيتكلم مع حد من بره كده، أعتقد بيتكلم مع الكابتن وليد سليمان ولا حاجة، إنما ركلة ركنية للنادي بيراميدز من ناحية الشمال. الأهلي متقدم 4-0 حتى الآن، هاتريك للاعب إسلام عبد الله وهدف للاعب سمير محمد رفع به رصيده من الاهداف هذا الموسم الى 6 اهداف. وادي الركله الركنيه لنادي بيراميدز في احداث الشوط الثاني. بيراميدز بادئ كده بدايه يعني فيها شيء من الخطوره الحقيقه وشيء من الهجوم كده في الشوط الثاني. وادي الكره العرضيه وحارس المرمى مصطفى مخلوف للنادي الاهلي بيحول الكره مره ثانيه الى ركله ركنيه من ناحيه اليمين. ادي الركله الركنيه من ناحيه اليمين وادي اللمسه
وتمر الكرة إلى خارج الملعب، اتلعبت بسرعة وخطرة، ولكن يا ولد يا ولد يا مصطفى مخلوف الحقيقة متألق جدا مصطفى مخلوف النهاردة في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. والكرة بقى بتاعت اللاعب أوجو صامويل اللعبة الرأسية في اللقطة الماضية، ولكن مصطفى مخلوف بيحولها إلى ركلة ركنية هي التالتة لنادي بيراميدز في دقيقة، تتلعب على طول عرضية عالية، مصطفى مخلوف طالع بقبضة اليد على طول بيشيل وبيلعب الكرة. شفنا بقى التألق لمحمد الشناوي أيضا في مباراة ميدان الغاني الحقيقة مع النادي الأهلي. ترجع الكرة مرة تانية حراسة مرمى الأهلي اللي يعني فيها الكثير والكثير من النجوم الحقيقة، توصل الكرة مرة تانية للنادي الأهلي، وادي بقى خطرة جدا، ولكن ترجع الكرة مرة أخرى، وادي الانطلاقة وادي الكرة الأمامية إبراهيم عبد الحكيم، ولكن ترجع الكرة للنادي الأهلي ناحية الشمال، انطلاقة أحمد أشرف، ولكن ما كانش فيه يعني نقدر نقول كيمياء في اللقطة الماضية، ما كانش فيه تعاون كده، ما كانوش متفاهمين اللعيبة في اللقطة الماضية للنادي الأهلي اتقطعت، إنما رجعوا جابوها مرة تانية بسرعة، والتمريرة بقى ترجع لنادي بيراميدز. إسلام كمال أمامية من إسلام تصل إلى براء جمال بيحاول يعدي براء، ولكن الكرة تمر إلى خارج الملعب من اللاعب أحمد أشرف. أكيد هيكون في كلام دلوقتي من الكابتن بقى أحمد عبد الظاهر مع اللعيبة، أدي اللقطة وأدي أوجو صامويل اللاعب النيجيري، ولكن بقى التألق الحقيقة من الحارس مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الأهلي اللي حول الكرة إلى ركلة ركنية في اللقطة اللي كانت بتتعاد أمام حضرتك. أدي كرة تتلعب على طول مرة تانية للنادي الأهلي وطعيمة، أو ده محمد وائل، محمد وائل بيقطع الكرة ويتقدم للأمام محمد وائل وبيلعب الكرة الأمامية في اتجاه اللاعب سمير اللي كان متسلل ورا يوصف فر ركلة حرة غير مباشرة لنادي بيراميدز في مباراة اليوم. أمامنا طبعا بقى الكابتن محمد إيهاب بيرفع رايته في اللقطة الماضية اللي أمام حضراتكم، حكم المساعد بقى الأول لمنطقة القاهرة لحكم المباراة محمد سيد بكر ومعهم حسين هاني. ترجع الكرة ناحية اليمين لنادي بيراميدز إسلام كمال في وسط الملعب، عمرو أحمد عربي بهاء بيلعبها ناحية اليمين عند اللاعب إسلام كمال، وبيضغط بقى هنا اللاعب محمد أسامة ومعاه اللاعب عبد الرحمن شريف لاعب النادي الأهلي، إنما الكرة في وسط الملعب عن طريق اللاعب عمرو أحمد بيفتح الملعب هناك ناحية الشمال، ونقلات كده من لاعبي بيراميدز في مباراة اليوم، ولكن بقى عبد الرحمن رشدان بيواجه بقى هنا اللاعب أحمد وائل اللي بيحاول يعدي، وادي كرة عرضية، إنما إبراهيم عبد الحكيم بيطلع الكرة إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس. أدي إبراهيم عبد الحكيم أمام حضراتكم لاعب عنده هدفين سجلهم في انبي والمصري، يعني عندك بقى ابراهيم عبد الحكيم اللي هو بيلعب كقلب دفاع مسجل هدفين، واسلام عبد الله ايضا بيلعب قلب دفاع ومسجل 3 اهداف، وده شيء جيد جدا، يعني تخيل بقى لاعبي النادي الاهلي المدافعين بيسجلوا مسجلين 5 اهداف حتى الان في دوري هذا الموسم، يعني منهم 3 في مباراه اليوم، منهم 3 في مباراه اليوم للاعب اسلام عبد الله، شيء جيد جدا انك تمتلك بقى مدافعين هدافين بيقدروا ان هم يسجلوا اهداف. شفنا الكلام ده كتير جدا على مدار بقى تاريخ النادي الاهلي، خيرهم اللاعب محمد عبد المنعم. ادي الكره بتتلعب على طول والى خارج الملعب، طلعت وبقت رميه تماس من ناحيه الشمال لصالح النادي الاهلي. ادي اسلام عبد الله اللي سجل هاتريك في الشوط الاول امام حضراتكم، لاعب اسلام عبد الله لاعب النادي الاهلي بيلعب الكره الاماميه. اسلام ترجع الكره مره ثانيه للاعبي بيراميدز في الخلف كده عن طريق اللاعب يوسف محمد، يوسف بيلعب كره في وسط الملعب لعمرو احمد بيحاول يعدي عمرو لسه الكره معاه، ولكن بقى يا ولد يا ولد ضغط عليه بشكل جيد جدا بقى هنا امامنا اللاعب محمد اسامه وقدر ان هو ياخدها، ولكن دخل في الزحمه اتقطعت منه وتتلعب على طول اماميه، وادي بقى الكره ملعوبه في اتجاه اللاعب اوجو صامويل والتدخل مع ابراهيم عبد الحكيم، حكم اللقاء ما اداش حاجه، براء بيلعب كره عرضيه منتهى الخطوره لنادي بيراميدز، ولكن الكره تمر الى خارج الملعب، تدخل كان قوي جدا بقى من اللاعب اوجو صامويل مع اللاعب ابراهيم عبد الحكيم لاعب النادي الاهلي اللي امام حضراتكم، وحكم اللقاء ما اداش حاجه، حكم اللقاء ما اداش حاجه، حكم اللقاء طبعا في مباراة اليوم محمد سيد ما اداش حاجة في اللقطة الماضية. اشتراك كان قوي من اللاعب اوجو صامويل اللاعب اللي بيلعب او القادم بقى من نادي ريمو ستارز النيجيري لنادي بيراميدز في مباراة اليوم، وادي صامويل الثاني تتلعب الكورة، نقلات كده من لاعبي بيراميدز في مباراة اليوم مشاهدينا الاعزاء، وتمر الكرة وتطلع وتبقى رمية تماس من ناحية الشمال، يعني لبداية الشوط الثاني الحقيقة مش زي ما كان الوضع في الشوط الأول، يعني شفنا لاعبي الأهلي في الشوط الأول من بداية المباراة وهم ضاغطين ووصلوا بأكثر من فرصة إلى أن استطاع بقى اللاعب إسلام عبد الله أن يضيف الهدف الأول وبعده الهدف الثاني والثالث والرابع، والأمور كانت يعني جيدة جدا من لاعبي النادي الأهلي في الشوط الأول، ولكن البداية في الشوط الثاني يعني ضعيفة بعض الشيء، وخلي بالك نتيجة المباراة بيكون ليها عامل، يعني اللعيبة يعني الأهلي متقدم
بأربع أهداف مقابل لا شيء حتى الآن. والشوط الثاني ادي امامنا مصطفى مخلوف بيلعب الكره الاماميه، مصطفى مخلوف عاليه ومعديه، انما تصل الكره ناحيه الشمال بقى عند اللاعب احمد اشرف. احمد اشرف مع اول هجمه خطيره للاهلي، الاهلي هيرجع بسرعه بقى للاداء الهجومي. خدها مني يعني، ادي انطلاقه، ادي محمد اسامه بيحاول يعدي انما اتقطعت، وفاول للنادي الاهلي، ركله حره للنادي الاهلي من مكان بعيد شويه. هل بقى يعني ده قريبه جدا من دايره منتصف الملعب زي ما حضراتكم شايفين، وتتلعب بسرعه توصل هناك ناحيه شمال عند اللاعب احمد اشرف اللي بيلعب كره عرضيه منتهى الخطوره، عدت من محمد اسامه، وادي كره مره ثانيه عند عبد الرحمن شريف ومحمد اسامه مره اخرى، ويعني بقى سمير محمد في اللقطه الماضيه، والكره تمر الى خارج الملعب وتبقى فاول لنادي بيراميدز. بتتلعب على طول، ادي الاعاده، وادي امامنا الهجمه اللي كانت يعني هجمه ثلاثيه الابعاد في اللقطه اللي فاتت دي. ادي سمير محمد، سمير محمد في اللقطه الماضيه، وحكم اللقاء ادى فاول على سمير، وركله حره لنادي بيراميدز من ناحيه الشمال، ركله حره لنادي بيراميدز من ناحيه الشمال. ويعني مر بقى 60 دقيقه من عمر واحداث المباراه، وبنلعب في الدقيقه 61، والاهلي حتى الان اربعه وبيراميدز لا شيء، وركله حره لنادي بيراميدز من الجانب الايسر من ملعب المباراه، ركله حره لنادي بيراميدز من ناحيه الشمال، ركله حره لنادي بيراميدز من ناحيه الشمال. هنشوف بقى الكابتن احمد عبد الظاهر هل يستعين بالبدلاء اللي متواجدين في مباراه اليوم النهارده، طارق حسن، مازن اسامه، عبد الجواد، عبد الرحمن، محمد شرقيه، عبد الله زيداني، يوسف عاطف، يوسف شريف، محمود حمدي، ومحمد حمدي ميسي. ركله حره لنادي بيراميدز من ناحيه الشمال، تجديد بقى الدماء على المستوى الهجومي والامور دي. ادي كره عرضيه منتهى الخطوره، منتهى الخطوره، انما على طول بيطلع الدفاع وتطلع الكره وتبقى ركله ركنيه لنادي بيراميدز من ناحيه اليمين المره دي. ادي اللعبه الراسيه، وادي بقى الاثنين اللي دخلوا في بعض كده في اللقطه الماضيه، اللاعب يوسف محمد واوجو صامويل، والكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله ركنيه من ناحيه اليمين، هيلعبها احمد وائل. احمد وائل بيلعب الكره بالقدم اليسرى، ولكن بيطلع دفاع النادي الاهلي عن طريق اللاعب عبد الرحمن شريف اللي كان راجع ومغطي في اللقطه الماضيه، وترجع الكره مره ثانيه لبيراميدز. ادي الكره العرضيه من يوسف محمد، عرضيه عاليه داخل المنطقه، ولكن على طول مخلوف بيطلع بقبضه اليد كده، وادي الهجمه للنادي الاهلي. عبد الرحمن شريف، عبد الرحمن بيلعب الكره هناك ناحيه اليمين عند اللاعب سمير محمد، بيلمس سمير عايز يلعبها كده في اتجاه اللاعب محمد اسامه، انما تصل الى سيف الدين منتصر حارس مرمى نادي بيراميدز في مباراه اليوم. عايزين الماتش يسخن كده ونستمتع بقى بالكره اللي احنا شفناها في الشوط الاول، وادي على طول بمبدا الروح الرياضيه لاعبي بيراميدز بيخرجوا الكره الى خارج الملعب، لانه في لاعب من النادي الاهلي واقع على ارض الملعب نتمنى له السلام. هل ده ابراهيم عبد الحكيم؟ انما يعني واقع على ارض الملعب، ان شاء الله يقوم سليم ويكمل المباراه مع فرقته النهارده. النادي الاهلي اللي عامل شوط اول زي ما قلنا رائع وجميل، النادي الاهلي اللي يعني هو الاكثر فوزا خلي بالك في هذا الدوري، يتساوى مع الزمالك طبعا، الكلام ده قبل احداث هذا اللقاء، ب8 فوز لكل فريق، وياتي بعدهم نادي غزل المحله وحقق 5 فوز. الاكثر خساره في دوري هذا الموسم، الاكثر خساره كان غزل المحله 3 مرات، طلائع الجيش 3 مرات، الجونه 3 مرات، ويعني او تقال بقى تعادل وهزيمه، لان حضرتك عارف انه زي ما احنا قلنا وشرحنا في بدايه المباراه انه في حال انتهاء المباراه بالتعادل بالتاكيد بيكون هناك ركلات ترجيح، ويعني المباريات اصبحت مباريات كؤوس، وكانها مباريات كؤوس في شكل دوري. ادي الاهداف بتتعاد امام حضراتكم، والهدف الاول اللي كان سجله اللاعب اسلام عبد الله، وادي الهدف الثاني ايضا اللي سجله اللاعب اسلام عبد الله بتصويبه، شفنا هدف براسيه وهدف بتصويبه وهدف برضه من ركله ركنيه، شوف التوجيه وشوف الجمال وشوف الحاجه الحلوه جدا واللعبه الراسيه القويه من نفس اللاعب اسلام عبد الله اللي سجل هاتريك في مباراه اليوم. وادي الكابتن محمد شوقي والكابتن وليد سليمان، وادي بقى اللاعب الرايق والجميل النهارده سمير محمد اللي مر من حارس المرمى وسجل الهدف الرابع للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. الاهلي وغزل المحله يعني هما اقوى دفاع في دوري هذا الموسم، والاهلي اللي كان سجل لاعبيه قبل هذا اللقاء 23 هدف، والنهارده سجلوا 4 حتى الان بقوا 27 هدف، ويعني اضعف بقى الدفاعات في دوري هذا الموسم. الجونه اللي تلقت شباكه 30 هدف، بلديه المحله اللي تلقت شباكه 27 هدف، والسد باسوان تلقت شباكه 24 هدف. ادي كره بتتلعب على طول اماميه وتصل هناك ناحيه الشمال لنادي بيراميدز وتمر وتطلع وتبقى رمية تماس، رمية تماس هيلعبها اللاعب احمد وائل، وشايف انا سمير محمد كده يعني واقع على ارض الملعب، سلامات يا سمير، سمير محمد لاعب النادي الاهلي،
اللي سجل الهدف الرابع النهارده واصبح لديه 6 اهداف، زي ما قلنا سجل هدفين في مرمى المقاولون وهدف في مرمى زد وهدفين في مرمى فيوتشر، واليوم سجل هدف طبعا في مرمى نادي بيراميدز اللي هو الهدف الرابع في مباراه اليوم، والهدف السادس ليه على المستوى الشخصي اللاعب صاحب القميص رقم 9 اللي متواجد امام حضراتكم، لاعب هداف ولاعب مميز، ومعاه عبد الرحمن شريف ايضا اللي بيلعب في مباراه اليوم لديه 2، وعلي نادر اللي بيغيب عن لقاء اليوم ايضا لديه 6 اهداف. ادي على طول سمير محمد يبدو انه مش هيقدر يكمل وهيغادر الملعب، هيغادر ارض اللقاء امام حضراتكم، طالع اهو سمير مع الدكتور علاء المأمون وعبد الحميد حسين. تتلعب الكره مره ثانيه، ميدو بيلعب كره في الامام كده عند اللاعب عبد الرحمن شريف، انما اتقطعت ورجعت الكره مره اخرى للنادي الاهلي، وركله حره لصالح بيراميدز في مباراه اليوم. ركله حره لبيراميدز في احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء. الاهلي متقدم باربع اهداف مقابل لا شيء، وادي امامنا طبعا التعليمات بقى، وهنشوف التبديل للنادي الاهلي من قبل كابتن احمد عبد الظاهر. ادي كره عرضيه داخل منطقه الجزاء منطقه الخطوره، وترجع الكره مره ثانيه خطره داخل المنطقه للاعب اوجو صامويل، ولكن بقى على طول بيضغط عليه لاعبي النادي الاهلي ويقطعوها. عبد الرحمن شريف بيعدي وماشي، انما على طول يضغط عليه اللاعب اسلام كمال وياخدها، وترجع الكره في الخلف كده نقلات من لاعبي بيراميدز اللي في الشوط الثاني افضل شويه من الشوط الاول الحقيقه. يعني ادي كره تتلعب من اللاعب عمر مصطفى، توصل هناك ناحيه الشمال عند احمد وائل، بيحاول يعدي احمد وائل ولكن طعيمه بيقطع يا ولد العيب، طعيمه بيقطع وبيبدا الهجمه بشكل كويس عند محمد اسامه ناحيه اليمين. محمد اسامه بيرفع عينه كده وبيبص وبيرفع وشه وهنشوف هيلعب لمين. عدى وماشي من ناحيه اليمين وضغطوا عليه 2 لعيبه كده من لاعبي نادي بيراميدز، انما يا ولد عدى حلو قوي اسامه، بيلعب عرضيه منتهى الخطوره، محمد اسامه عايز يلعبها في اتجاه اللاعب عبد الرحمن شريف، انما ترجع لميدو نبيل. يا ولد يا ميدو تصويبه حلوه من ميدو نبيل، ولكن تمر بقى بجوار القائم. ادي المهاره وادي اللعبه من الاول، وادي المرور الرائع الحقيقه من اللاعب محمد اسامه والتغطيه الدفاعيه الجيده من اللاعب احمد وائل، وترجع الكره لميدو نبيل، وادي ميدو نبيل عدل على يمينه وعلى طول اطلق قذيفه، ولكن تمر بقى بجوار القائم للحارس سيف الدين منتصر حارس مرمى نادي بيراميدز، وفرصه كبيره جدا لاضافه الهدف الخامس للنادي الاهلي اللي شفناها منذ اللحظات دي. ترجع الكره مره ثانيه في وسط الملعب للاعبي بيراميدز، تتلعب الكره هنا ناحيه اليمين عند اللاعب اسلام كمال، انما بيضغط عليه وبيجيبها على طول بقى هنا امامنا لاعبي الاهلي، وادي الانطلاقه من اللاعب احمد اشرف، وحكم اللقاء بيرجع للمخالفه وبيدي الفاول للاعب احمد اشرف لاعب النادي الاهلي اللي كان متقدم كده من ناحيه الشمال وتعرض للعرقله. وادي انذار، ادي انذار هنا للاعب يوسف محمد لاعب نادي بيراميدز في اللقطه الماضيه، لاعب يوسف محمد اللي اتكلم مع حكم اللقاء محمد سيد بكر. وادي التبديلات بقى للنادي الاهلي، 2 لعيبه كده بيستعدوا للنزول من جانب اللاعبي النادي الاهلي البدلاء في مباراه اليوم، طارق حسن، مازن اسامه، عبد الجواد، عبد الرحمن، محمد شرقيه، عبد الله زيدان، ويوسف عاطف، يوسف شريف، محمود حمدي، ومحمد حمدي ميسي. وادي حكم اللقاء بيتكلم مع اللاعب يوسف محمد اللي اخذ انذار، وركله حره للنادي الاهلي. زي ما اتكلمنا وقلنا في الشوط الاول برضه بنعيد الكلام في الشوط الثاني، ان اللعيب في مرحله الناشئين لازم يتعلم انه ما يتكلمش تماما مع حكم اللقاء علشان ما ياخدش انذار والامور دي. دول اصبحوا هيبقوا 3 تبديلات للنادي الاهلي، وادي تبديل ايضا لنادي بيراميدز في مباراه اليوم. ادي تبديل لنادي بيراميدز، اللاعب سيف الدين اشرف بينزل دلوقتي من جانب لاعبي نادي بيراميدز سيف الدين اشرف، وتبديلات كده للنادي الاهلي ايضا. كابتن بقى احمد عبد الظاهر، وهيجري بعض التبديلات لتجديد الدماء داخل ارض الملعب وتجديد الطموح لدى اللاعبين. ادي التبديلات للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء والشوط الثاني من المباراه مشاهدينا الاعزاء، وهنشوف بقى لعيبه جدد داخل الملعب من البدلاء اللي متواجدين في مباراه اليوم. وادي الخروج بقى هنا امامنا للاعب محمد اسامه او ميدو اسامه اللي كان عامل ماتش حلو قوي الحقيقه في ماتش النهارده، وادي ايضا عبد الرحمن شريف بيغادر ارض الملعب، وهنقول لحضراتكم طبعا الثلاثه اللي نزلوا والركله الحره للنادي الاهلي من ناحيه الشمال عن طريق بقى اللاعب اللي امام حضراتكم اللي تالق جدا اسلام عبد الله واللي سجل بقى 3 اهداف هاتريك في مباراه اليوم. وادي كره خطره جدا، ادي كره خطره جدا تمر الى خارج الملعب، وادي بقى امامنا اللاعب عبد الله زيدان اللاعب البديل، اول الكرات كده اللي اتلعبت ليه ولكن تمر الى خارج الملعب. عبد الله زيدان تتلعب الكره اماميه
وتصل في وسط الملعب عن طريق اللاعب احمد طايمه، بيلعبها لرشدان وادي الانطلاقه من ناحيه اليمين للنادي الاهلي محمود حمدي. ايضا محمود حمدي كره ملعوبه اماميه للنادي الاهلي في مباراه اليوم يوسف شريف. يبقى محمود حمدي ويوسف شريف واللاعب عبد الله زيدان هم الثلاثه اللي نزلوا في تشكيل بقى المدير الفني كابتن احمد عبد الظاهر للنادي الاهلي في مباراه اليوم. ترجع الكره مره ثانيه، انطلاقه للنادي الاهلي، انطلاقه للنادي الاهلي، وادي كره ملعوبه اماميه في اتجاه اللاعب يوسف شريف، انما تصل الى حارس المرمى سيف الدين منتصر. اماميه من يوسف وترجع الكره للنادي الاهلي ناحيه شمال عند اللاعب احمد اشرف ليوسف شريف، انما اتقطعت ولسه الكره في وسط الملعب كده وبيضغط على طول. هنا امامنا اللاعب يوسف، يوسف شريف بيضغط وترجع الكره في الخلف عند اللاعب عبد الرحمن سيد لنادي بيراميدز، بتتلعب على طول كره اماميه وتطلع وتبقى رميه تماس. طبعا ثلاث تبديلات اجراهم المدير الفني كابتن احمد عبد الظاهر، وادي امامنا بقى النجوم اللي خرجوا في الشوط الاول، ميدو اسامه واللاعب عبد الرحمن شريف اللي تالقوا في مباراه اليوم والحقيقه ادوا اداء رائع جدا مع زملائهم. فالمدير الفني كابتن احمد عبد الظاهر قال لك انزل لعيبه بقى بطموح جديد ويعني بشغف، شغف جديد لكره القدم علشان يضيف يعني خطوره على اداء النادي الاهلي في الشوط الثاني. لاعب اللي بينزل بقى من مقاعد بدلاء بيكون لسه فريش وعايز يثبت نفسه وعايز ياخد المباراه من الاول، ولديه بقى يعني دافع جديد وطموح جديد عكس اللعيبه اللي بدأ المباراه ومطمنه للنتيجه، النتيجه 4 على نادي بيراميدز. وادي بقى كابتن احمد عبد الظاهر المدير الفني. ركله حره، ادي بقى الاطار الفني ايضا لنادي بيراميدز في مباراه اليوم. الحقيقه النتيجه الاهلي 4 بيراميدز لا شيء، وبيراميدز بدأ يعني يمسكوا كوره كده في الشوط الثاني، تتلعب الكره اماميه وتصل على حدود منطقه الجزاء كده والمحاوله في اتجاه اللاعب صامويل بيلعبها هناك ناحيه اليمين، والمحاوله بقى لنادي بيراميدز في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. وادي الهجمه وحكم اللقاء، حكم اللقاء بيدي فاول لنادي بيراميدز كابتن احمد عبد الظاهر امام حضراتكم. وادي بقى الصوره على المدير الفني هنا والمدير الفني هناك، والركله الحره للاعب احمد وائل لاعب نادي بيراميدز في مباراه اليوم. ركله حره لنادي بيراميدز اللي بيحاول بقى ان هو يسجل هدف يعني يدخله شويه شويه في اجواء المباراه. النتيجه 4 وبيراميدز اللي بدا يمسك كوره في الشوط الثاني زي ما حضراتكم شايفين، ولكن ده خلي بالك علشان عامل النتيجه، يعني لو النتيجه قريبه شويه الاهلي ما كانش هيلعب بالاداء ده، كنت هتشوف اداء افضل يعني. ولكن نتمنى ان اللعيبه اللي نزلوا بدلاء دول زي ما قلنا وشرحنا ان هم عندهم بقى طموح وحاجات جديده كده يقدموها في ارض الملعب، وممكن يغيروا الاداء الهجومي للنادي الاهلي في الشوط الثاني، والاهلي يقدر بقى ان هو يضيف اهداف اخرى في احداث هذا اللقاء. ادي كوره وادي الضغط بقى امامنا من اللاعب يوسف شريف، ترجع الكوره الى سيف الدين منتصر، منتهى الخطوره سيف الدين منتصر. شوف بقى الضغط من اللاعب يوسف شريف في اللقطه الماضيه، ولكن تمر الكوره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. رمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. رمي التماس بتتلعب على طول، وادي الاستلام والمحاوله من اللاعب يوسف شريف. يوسف شريف هناك ناحيه اليمين للنادي الاهلي عبد الرحمن رشدان، لمسه كده ملعوبه اماميا انما على طول اتقطعت، وترجع الكره مره ثانيه اللاعب محمود حمدي ورمي التماس. رمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين هيلعبها عبد الرحمن رشدان. عبد الرحمن رشدان ورمي التماس للاهلي، تتلعب الكره مره ثانيه في اتجاه اللاعب طايمه في وسط الملعب، نقلات كده مع اللاعب محمود حمدي انما اتقطعت وتوصل لنادي بيراميدز ناحيه الشمال. محمود حمدي بيقطع مره ثانيه، وادي بقى البدلاء اللي نزلوا في الشوط الثاني في مباراه اليوم، محمود حمدي ومعاه اللاعب عبد الله زيدان. وادي الكره في وسط الملعب للنادي الاهلي، انطلاقه حلوه وتمريره جميله الحقيقه كده، وادي الكره العرضيه بقى مشيت في اتجاه المرمى انما الى خارج الملعب تطلع وتبقى ركله مرمى لنادي بيراميدز في مباراه اليوم، وحارس المرمى سيف الدين منتصر. سيف الدين منتصر بيلعب الكره بسرعه، وبنلعب في الدقيقه 75 وبنقترب من الربع ساعه الاخير من احداث الشوط الثاني والمباراه، والاهلي 4 وادي تصويبه، ادي تصويبه بقى انما الراجل ودى الكره نيجيري. اللاعب بقى هنا امامنا اوجو صامويل امام حضراتكم، تصويبه الى خارج الملعب طلعت وبقت ركله مرمى لصالح النادي الاهلي في مباراه اليوم، والحارس مصطفى مخلوف، مصطفى مخلوف حارس مرمى النادي الاهلي. ادي الكوره وادي التصويبه
في اللقطة الماضية إلى خارج الملعب، طلعت وبقت ركلة مرمى، تتلعب الكرة مرة تانية وتصل الكرة في الخلف كده للاعبي النادي الأهلي عن طريق اللاعب إسلام عبد الله. أدي البدلاء النادي الأهلي بيسخنوا، طارق حسن، مازن أسامة، محمد شرقية، يوسف عاطف، ومحمد ميسي، دول اللي ما نزلوش حتى الآن. ترجع الكرة مرة تانية أمامية وملعوبة في منتهى الخطورة كده لنادي بيراميدز. أدي هجمة خطرة لنادي بيراميدز في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. منتهى الخطورة اللقطة اللي فاتت دي، منتهى الخطورة اللقطة اللي فاتت دي، إنما على طول اتقطعت واللاعب واقع على أرض الملعب. نتمنى له السلامة. كابتن محمد سيد على طول بيتوجه علشان يشوف بقى اللاعب اللي واقع على أرض الملعب. أعتقد ده اللاعب بشار شريف، لاعب نادي بيراميدز. وادي بقى إبراهيم عبد الحكيم اللي أخذ الكرة في اللقطة اللي أمام حضراتكم. ركلة حرة أو يعني رمية تماس، حكم اللقاء كان قريب من اللعبة، واللاعب إبراهيم عبد الحكيم لعب على الكرة وطلعت الكرة بقت رمية تماس. على طول بيخرجوها لاعبي نادي بيراميدز إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، ورمية تماس للنادي الأهلي من ناحية الشمال، رمية تماس للنادي الأهلي من ناحية الشمال. الشوط الثاني الحقيقة أصبح يعني هادي شوية، هادي شوية عكس بقى اللي شفناه في الشوط الأول. إسلام عبد الله إلى حارس المرمى مصطفى مخلوف لإسلام عبد الله، نقلات بثقة كده من لاعبي النادي الأهلي إنما اتقطعت، منتهى الخطورة، وترجع الكرة عربي بهاء، عربي وتصويبة من عربي إنما تصل إلى حارس المرمى مصطفى مخلوف، تصل إلى حارس المرمى مصطفى مخلوف. يعني اللاعب بقى اللي هو طبعا لاعبي النادي الأهلي في الشوط الثاني مطالبين ان هم يسرعوا الريتم شويه ويمسكوا الكوره. ادي مصطفى مخلوف بيلعب الكوره لابراهيم عبد الحكيم، منتهى الخطوره الكلام ده، منتهى الخطوره الكلام ده. ترجع الكوره مره ثانيه هناك ناحيه اليمين عن طريق اللاعب احمد طعيمه. اكيد هيكون في كلام دلوقتي من الكابتن احمد عبد الظاهر مع اللعيبه، زي ما حضراتكم طبعا متابعين وعارفين ان نتيجه المباراه بيكون ليها تاثير شويه. ادي انطلاقه من ناحيه اليمين، كره خطره، خطره، تصويبه وفرصه، فرصه بقى، فرصه. النادي الاهلي بيرد سريعا على لاعبي نادي بيراميدز، وكانوا يقدروا ان هم بقى محمد وائل في اللقطه اللي فاتت دي. ادي محمد وائل وادي التصويبه، ولكن بقى حارس المرمى سيف الدين منتصر بقدمه كده على طريقه حراس كره اليد، والكره تمر الى خارج الملعب وتبقى ركله ركنيه للنادي الاهلي. ادي امامنا كابتن احمد عبد الظاهر اللي بالتاكيد بقى يعني بيقول للاعيبي الاهلي لا امسكوا كوره وابداوا اضغطوا، نلعب اللعب بتاعنا، نلعب اللعب بتاعنا، ما نركنش الى النتيجه النهار بقى، لا نقدر نضيف اهداف اخرى. ركله ركنيه للنادي الاهلي، نسبة نجاح عالية للاعبي النادي الأهلي في يعني التسجيل بقى من الركلات الركنية. شفنا هدفين النهارده عن طريق اللاعب إسلام عبد الله، الاثنين من ركلات ركنية عن طريق اللاعب أحمد أشرف، بتتلعب على طول عرضية، وادي بقى المرة دي سيف الدين منتصر، وترجع الكرة مرة تانية للنادي الأهلي، كرة كده على حدود منطقة الجزاء، طايمة، تصل الكرة هناك ناحية اليمين لمحمد وائل، وادي الكرة العرضية من اللاعب أحمد أشرف، ولكن تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس، جات له بقى على القدم اليمنى، لعبها كده اصطدمت بلاعب نادي بيراميدز وطلعت وبقت يعني رمية تماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين. هيلعبها عبد الرحمن رشدان اللي دايما بيلعب رميات التماس كده زي الركلات الركنيه، بيلعبها بشكل يعني طويل كده داخل منطقه الجزاء زي ما حضراتكم شايفين، وترجع الكره على حدود المنطقه وعبد الله زيدان، انما اتقطعت، وترجع مره ثانيه للنادي الاهلي هناك ناحيه اليمين. ادي عبد الله زيدان بيحاول على الكره، بيحاول على الكره، بيجيبها عبد الله، بيحاول ياخد منها حاجه، انما الكره تطلع وتبقى رمية تماس لبيراميدز من ناحيه الشمال. عمل مجهود كبير اللاعب عبد الله زيدان في اللقطه اللي فاتت، وادي محمد وائل، انما الكره ما خرجتش ورجعت الكره لنادي بيراميدز. ادي انطلاقه، مرور من سيف الدين بيعدي وماشي، وحكم اللقاء، حكم اللقاء بيدي الفاول والانذار، الانذار للاعب ابراهيم عبد الحكيم لاعب النادي الاهلي. ابراهيم عبد الحكيم بياخد انذار في اللعبه اللي امام حضراتكم، لاعب النادي الاهلي. ادي الكره وادي الاعاده وادي التدخل على اللاعب سيف الدين، وركله حره لصالح نادي بيراميدز في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. الركله الحره لنادي بيراميدز في الدقيقه 79 من عمر واحداث المباراه، والركله الحره لنادي بيراميدز ركله حره يعني بعيده شويه عن منطقه الجزاء، ولكن من ناحيه الشمال بالتاكيد هتتلعب بالعرض كده، هنشوف، اصل التصويبه من مكان ده صعبه شويه، انما الراجل لعبها في اتجاه المرمى، وادي على طول وصلت سهله لحارس المرمى مصطفى مخلوف. بعد المسافه في الكوره في التصويب في اللقطه اللي فاتت دي يعني بتدي فرصه للحارس ان هو يتحرك على الكوره في اتجاه الكوره يعني، لان المسافه بعيده شويه.
وخاصة إن اللاعب لعبها مش بالشكل القوي، علشان كده مسكها مصطفى مخلوف. ادي هنا بقى ركلة حرة للنادي الأهلي من ناحية اليمين في مباراة اليوم، ركلة حرة للنادي الأهلي اللي يعني يبدو ان لاعبوه كده حتى الآن اكتفوا بنتيجة الأربعة، ومش عاملين بقى الضغط القوي على لاعبي بيراميدز في الشوط الثاني كما كان الحال بقى في الشوط الأول. يعني الأربعة أهداف سجلوا في الشوط الأول الحقيقة، الشوط الثاني حتى الآن الأهلي ما سجلش. ترجع الكرة لإبراهيم عبد الحكيم في وسط الملعب لطايمة، طايمة لإبراهيم عبد الحكيم مرة تانية، إبراهيم عبد الحكيم بيعيدها إلى حارس المرمى مصطفى مخلوف اللي بيلعب الكرة هناك ناحية اليمين، استلام ومحاولة من رشدان بيلعبها اتقطعت منه ورجعت ليه لاعبي بيراميدز على حدود منطقة الجزاء، إنما على طول بيطلع دفاع النادي الأهلي عن طريق اللاعب إبراهيم عبد الحكيم. ترجع الكرة مرة تانية وفي لاعب من النادي الأهلي وقع على أرض الملعب واللعب لازال مستمر، وأدي الضغط أمامنا، أدي الضغط أمامنا هنا من اللاعب ميدو نبيل، إنما على طول لسه الكرة مع لاعبي بيراميدز اللي ماسكين الكرة في هذه اللحظات وبيلعبوها عند اللاعب إسلام كمال. إسلام بيعدي وماشي، إسلام عدى وماشي إسلام، ولكن ضغط عليه بقى هنا اللاعب محمود حمدي، والفاول على اللاعب محمود حمدي. ادي فاول على محمود حمدي وانذار ايضا لمحمود حمدي لاعب النادي الاهلي. حكم اللقاء محمد سيد بكر اللي بدا يستخدم بقى الانذارات كتير شويه في الشوط الثاني، وانذار للاعب النادي الاهلي لاعب محمود حمدي اللي حل بديلا في الشوط الثاني. ادي اللقطه وادي محمود حمدي وادي الراجل اللاعب بقى هنا اسلام كمال لاعب نادي بيراميدز اللي واقع على ارض الملعب، وحكم اللقاء ادى الفاول والانذار. وادي امامنا حارس المرمى مصطفى مخلوف، حارس مرمى النادي الاهلي في مباراه اليوم، اتكلم بقى مع الحائط الدفاعي وبيظبط بقى الحائط الدفاعي بتاعه. والركله الحره لاحمد وائل لاعب نادي بيراميدز، احمد وائل هنشوف هيعمل ايه احمد وائل في هذه اللحظات. وادي امامنا مصطفى مخلوف بقى حارس مرمى النادي الاهلي في ماتش النهارده، وركله حره لصالح نادي بيراميدز، ممكن بقى المره دي تتنفذ في اتجاه المرمى. كره خطيره كده للاعب احمد وائل، اللاعب المتخصص بقى في تنفيذ الركلات الثابته اللاعبي بيراميدز، بيلعب الكره المره دي على حدود المنطقه عاليه داخل منطقه، ويعني بقى اللاعب اوجو صامويل، ولكن حارس المرمى مصطفى مخلوف يتالق حتى الان في كل الكرات اللي جات له الحقيقه، بيقدر يطلع الكره بقبضه اليد بشكل جيد. ادي بقى الكره اللي ملعوبه في اتجاه اللاعب اسلام كمال والضغط من اللاعب محمود حمدي. ادي حارس المرمى اللي عامل ماتش حلو قوي النهارده، حارس المرمى مصطفى مخلوف اللي نجح في كل الاختبارات اللي جت عليه، يعني الحقيقه اتصرف بشكل جيد جدا مع كل الكرات اللي راحت على مرمى النادي الاهلي في مباراه اليوم. تصل الكره هناك ناحيه الشمال انطلاقه، عبد الرحمن رشدان بيغطي، ادي عبد الرحمن رشدان عامل التغطيه والكره تمر. ادي بقى هنا يعني العصبيه من لاعبي بيراميدز في اللقطه الماضيه، اللاعب سيف الدين اشرف، ادي اللاعب سيف الدين اشرف، ويعني حكم اللقاء كان المفروض يتدخل في اللقطه اللي فاتت دي. الراجل بقى عبد الرحمن رشدان يعني بيحضن على كورته، وشوف اللاعب سيف الدين اشرف اللي يعني عمل تصرف غير رياضي، شوف 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 ده عمل له ايه، ده بيلعب مصارعه، ده يعني مش ممكن اللقطه اللي فاتت دي. انما ترجع الكره مره تانية للاعبي النادي الاهلي وتصل ناحيه اليمين. خلي بالك لاعبي بيراميدز بيتعصبوا لان النتيجه مش في صالحهم والاهلي ماسك الكره، علشان كده هم عصبيين شويه وبداوا يستخدموا بقى العنف زي ما شفنا في اللقطه اللي فاتت. كره خطره ممكن يبقى فيها ركله جزاء للاهلي ومطالبه بلمسه يد، انما حكم اللقاء ما اداش حاجه. ترجع الكره مره ثانيه للاعب عبد الله زيدان، عبد الله بيلعبها حلوه ليوسف، وادي يوسف شريف والمحاوله من يوسف داخل منطقه الجزاء، وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لنادي بيراميدز في مباراه اليوم. ركله مرمى لنادي بيراميدز في مباراه اليوم. ادي اللقطه وادي الكوره في ايدين بقى هنا اللاعب عربي بهاء، ادي اللقطه، ادي اللقطه اهي بنشوفها اهو اهو، خلي بالك وادي الكوره يعني رايحه من رجله كده في اتجاه ايده، ويعني ادي امامنا اللاعب اسلام كمال. خلي بالك بعض الحكام يقول لك ان هو ما كانش قاصد اللاعب لان الكوره يعني جايه من قدمه لايده، وعلشان كده ما احتسبش حكم اللقاء محمد سيد بكر ركله الجزاء في اللقطه اللي فاتت. ترجع الكوره مره ثانيه للنادي الاهلي، يوسف شريف، يوسف شريف بيلعب الكرة ناحية الشمال للاعبي النادي الأهلي، اللاعب مازن أسامة اللي نزل، مازن أسامة شفناه مع حضراتكم مع النادي الأهلي. تصل الكرة هناك ناحية الشمال لنادي بيراميدز، وبنلعب في الدقيقة 85 من عمر وأحداث المباراة. أدي انطلاقة في وسط الملعب للاعب طايمة اتقطعت منه، ومحاولة مرة تانية تمريرة إنما مقطوعة إبراهيم عبد الحكيم بيلعبها في اتجاه اللاعب عبد الله زيدان. ودي حكم اللقاء بيدي بقى المخالفه
كابتن محمد سيد بكر حكم مباراة اليوم، وركلة حرة للنادي الأهلي، ركلة حرة للنادي الأهلي في أحداث هذا اللقاء، اللي عملوا زي ما قلنا ماتش حلو لاعبي النادي الأهلي. وادي الصورة على حكم اللقاء محمد سيد بكر، والأهلي سجل 4 أهداف في الشوط الأول، عملوا شوط أول نموذجي ونوعوا في العمليات الهجومية ونوعوا في الأهداف. وادي بقى مازن أسامة في هذه اللحظات بيلعب الكرة، مازن في الخلف عند اللاعب إسلام عبد الله اللي سجل هاتريك في ماتش النهاردة، وبيلعب الكرة الأمامية إسلام في اتجاه اللاعب محمود حمدي، إنما تصل إلى حارس المرمى سيف الدين منتصر، حارس مرمى نادي بيراميدز في مباراة اليوم. ودخلنا في ال5 دقائق الأخيرة من عمره وأحداث بقى الشوط الثاني والمباراة مشاهدينا الأعزاء، غير الوقت المحتسب بدلا من الضائع. تتلعب الكرة مرة تانية للاعبي بيراميدز، أدي الانطلاقة عن طريق اللاعب يوسف محمد، يوسف بيلعبها عند عبد الرحمن سيد هناك ناحية الشمال، عبد الرحمن سيد بيلعب الكرة والمحاولات بقى من لاعبي نادي بيراميدز، إنما الضغط اللي عامله لاعبي النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين، تصل الكرة على طول لنادي بيراميدز هناك ناحية شمال وانطلاقة، إنما طعيمة بيقطع، لعيب جيد الحقيقة طعيمة ده في وسط الملعب، شوف بقى اللي دايما بياخد الكرة الثانية ويعني عامل شغل رائع في وسط الملعب الحقيقة. أدي عبد الله زيدان لميدو نبيل لمحمد وائل، محمد وائل بيلعبها في الخلف عن طريق بقى اللاعب اللي كان بقى في اللقطة الماضية عبد الرحمن رشدان، ترجع الكرة من حارس المرمى مخلوف لإسلام عبد الله لإبراهيم عبد الحكيم، إبراهيم عبد الحكيم بياخد الكرة إبراهيم وبيعدي كده في اللقطة الماضية من لاعب نادي بيراميدز الحقيقة وبياخدها، انطلاقة من ناحية اليمين عبد الرحمن رشدان بيلعب الكرة الأمامية إنما اتقطعت، وتصل الكرة في وسط الملعب كده للاعبي بيراميدز. الحقيقة الشوط الثاني مش زي الشوط الأول، الشوط الأول كان أجمل بكتير. أدي بقى انطلاقة لميدو، ميدو بيلعبها لمازن، مازن أسامة ناحية الشمال، أدي مازن، مازن، مازن أسامة بيلعب الكرة ليوسف شريف، يوسف بيسند على مازن مرة ثانية، هل بقى يلعب الكرة العرضية اللاعب مازن، انما بيلعبها في اتجاه اللاعب ميدو نبيل. وادي الاستلام والمحاوله في اللقطه الماضيه بقى امامنا من اللاعب عبد الله زيدان، انما اتقطعت، وحكم اللقاء بيدي الفاول للاعبي بيراميدز في مباراه اليوم، بيدي الفاول لنادي بيراميدز في مباراه اليوم. النادي الاهلي اللي يعني عمل بقى المطلوب منه في احداث هذا اللقاء وهو الحصول على 3 نقاط على يعني من اجل الاعتلاء الصداره، و لديه مباراة مؤجلة مع نادي فاركو. طبعا احنا بنتكلم على اعتلاء الصدارة، مستنيين بقى نتائج المباريات التانية. يعني ادي كرة تتلعب على طول امامية وتصل في اتجاه اللاعب طايمة بيلعبها ناحية الشمال، استلام من اللاعب ميدو نبيل بيلعبها ليوسف شريف، يوسف المهارة بقى من يوسف والمرور من ناحية الشمال، يوسف شريف، يوسف ومع اللاعب اسلام كمال، يوسف واسلام، ادي يوسف، يوسف شريف بيلعبها مرة تانية واحدة والتانية كده مع اللاعب عبد الله زيدان، بيجيبها مرة تانية يوسف قبل ما تطلع وتبقى ركلة مرمى، ولكن يبدو انها تسلل وراية وصفارة وركلة حرة غير مباشرة لنادي بيراميدز في مباراة اليوم. وادي امامنا بقى الكابتن محمد ايهاب المساعد اللي احتسب التسلل والراية وصفارة على النادي الاهلي في اللقطة الماضية، الصفارة كانت من كابتن محمد سيد بكر. وادي التبديل ايضا للنادي الاهلي في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء من قبل بقى الكابتن احمد عبد الظاهر المدير الفني للنادي الاهلي في مباراه اليوم. بنلعب في الدقيقه 88، يعني يتبقى 2 دقيقة على نهايه الوقت الاصلي للمباراه، وطعيمه بيخرج بعد ما عمل اداء وشوط يعني تاني ومع الشوط الاول بشكل جيد اللاعب احمد طعيمه، ويعني اداء رائع جدا من هذا اللاعب يذكر فيشكر في مباراه اليوم الحقيقه، لعيب جيد ولعيب من اللعيبه اللي يعني تم تصعيدهم بقى للدرجه الاولى مع مارسيل كولر. وادي تصويبه حلوه، لكن يا ولد يا ولد يا مصطفى مخلوف، يا ولد يا مصطفى مخلوف، شوف بقى مصطفى مخلوف، على الرغم من ان الاهلي متقدم ب4 أهداف مقابل لا شيء، الا ان مصطفى مخلوف يعني نجم النهارده في مباراه اليوم، ونجح تماما في الزود عن مرماه والزود عن شباك والمحافظه على الكلين شيت في مباراه اليوم حتى الان، يعني تصديات رائعه جدا من هذا الحارس مصطفى مخلوف، على الرغم من ندره الكرات اللي جت عليه، انما تعامل معاها بشكل جيد جدا كل الكرات. ادي الكره العرضيه تتلعب على طول اماميه وتصل مره ثانيه في اتجاه اللاعب يوسف شريف، وادي الهجمه للنادي الاهلي هناك ناحيه اليمين، لمسه كده ومحاوله لعمل هجمه تكون خطر، وادي بقى الانطلاقه من اللاعب عبد محمود حمدي، محمود حمدي بيلعبها ليوسف شريف، يوسف بيلعب مره تانية الكره مازن اسامه، مازن على شماله، مازن والتصويبه من مازن، انما تصطدم بالدفاع وتصل الى حارس المرمى على طول سيف الدين منتصر، سيف الدين منتصر، ادي امامنا اللاعب مازن اسامه اللي حاول ان هو يراوغ ويسدد في اللقطه الماضيه، انما الكره وصلت الى سيف الدين منتصر لاعب النادي الاهلي. تتلعب الكرة هنا ناحية اليمين، ادي المحاولة، مازن أسامة بيلعبها للاعب يوسف شريف، يوسف بيعدي يوسف وبيلعبها مرة تانية لمازن ناحية الشمال،
مازن بيلعب الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء وترجع لميدو، خطر خطر على حدود المنطقة، ومرة تانية محاولة للمرور. وادي بقى ميدو نبيل بيلعب الكرة ليوسف شريف داخل منطقة يوسف، وبيلعبها لمازن أسامة، هيلعب ويشيل مرة واحدة، لعب العرضية مازن عالية ومعدية وعلى طول إلى خارج الملعب وركلة ركنية قبل ما تصل بقى الكرة للاعب عبد الله زيدان لاعب النادي الأهلي، بيخرجوها دفاع نادي بيراميدز علشان تبقى ركلة ركنية للنادي الأهلي في الدقيقة 45 أو الدقيقة 90 بقى من عمر المباراة كله. وأحداث أشوط تاني، الأهلي اللي متقدم على نادي بيراميدز بأربع أهداف مقابل لا شيء. مازن أسامة رايح علشان يلعب الكرة، والركلة الركنية للنادي الأهلي. أدي أمامنا اللاعب مازن أسامة هيلعب الركلة الركنية، بنلعب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لأحداث هذا اللقاء. مشاهدينا الأعزاء، الركلة الركنية بتتلعب على طول عرضية، ولكن بقى سيف الدين منتصر بيطلع حارس مرمى نادي بيراميدز في مباراة اليوم. ادي محمد وائل، يا ولد قطع الكرة حلوة محمد وائل، الكرة العرضية بقى المحاولة لعبد الرحمن رشدان، وترجع الكرة مرة تانية عرضية داخل منطقة الجزاء منتهى الخطورة من اللاعب عبد الله زيدان، انما ترجع الهجمة للنادي الأهلي، جابها بقى اللاعب يوسف شريف، يوسف شريف بيحاول يعدي، ولكن الكرة تطلع. هجمة كانت في منتهى الخطورة الحقيقة اللي فاتت دي للنادي الأهلي اللي كان عنده فرصة ان هو يضيف بقى الهدف الخامس ويخليها خماسية النهاردة، ولكن الأهلي اكتفى حتى الآن بتسجيل أربع أهداف. مشاهدينا الأعزاء، إسلام عبد الله سجل ثلاث أهداف هاتريك، واللاعب سمير محمد سجل الهدف الرابع قبل أن يغادر أرض الملعب. رمي التماس أو فاول لصالح نادي بيراميدز من ناحية الشمال، بنلعب في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لأحداث الشوط الثاني والمباراة. مشاهدينا الأعزاء، لاعب يوسف عاطف متواجد وكان هو البديل للنادي الأهلي، ترجع الكرة مرة ثانية، ادي الكره الاماميه الملعوبه العاليه على حدود منطقه الجزاء واللمسه، ولكن يوسف عاطف اهو بيطلع، لاعب يوسف عاطف اماميه، تصل الكره في وسط الملعب مره ثانيه. وادي الكره الحلوه، ادي الكره الحلوه بقى والانطلاقه الجميله الحقيقه للاعب محمود حمدي اللي اخذ كره عبد الله زيدان عايز يعدي محمود حمدي انما اتقطعت، ورجعت الكره للاعبي بيراميدز. وادي الهجمه من ناحيه شمال لبيراميدز في مباراه اليوم، تتلعب على طول اماميه اتقطعت مره ثانيه وتصل الى لاعبي النادي الاهلي، شباب الاهلي المتقدم بأربع أهداف على بيراميدز، وعملوا شوط أول رائع جدا. وادي بقى التفويتة الحلوة الحقيقة والانفراد، وخطر خطر ممكن، وفي الفعل الهدف بقى يأتي، الهدف يأتي في مباراة اليوم. محمد وائل يتوج مجهوده الكبير جدا في أحداث هذا اللقاء مشاهدين الأعزاء، ويضيف الهدف الخامس للنادي الأهلي، ويعني دايما فلسطين في القلب. وادي بقى سجدة الشكر للمولى في اللقطة الماضية، وادي بقى محمد وائل، انما شوف بقى التفويتة الحلوة من اللاعب محمود حمدي، واللاعب محمد وائل انفرد وحطها على يمين حارس المرمى سيف الدين منتصر علشان يسجل الخماسية للنادي الاهلي في مباراة اليوم. 5 الاهلي لا شيء بيراميدز مشاهدين الاعزاء في اطار الجولة 13 من دوري الجمهورية مواليد 2003، نتيجة يعني رائعة جدا ونتيجة مستحقة. وخلي بالك الاهلي كان يقدر يزود النتيجة عن 5، الأهلي كان يقدر يزود النتيجة عن 5 في مباراة اليوم. 5 الأهلي لا شيء بيراميدز مشاهدينا الأعزاء. وادي انطلاقة من ناحية الشمال للاعبي النادي الأهلي، والفاول في مباراة اليوم لصالح النادي الأهلي، بنلعب في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لأحداث الشوط الثاني والمباراة. كابتن محمد سيد بكر حكم اللقاء، وخماسية للنادي الأهلي في مباراة اليوم على نادي بيراميدز للنادي الأهلي. بتتلعب الكرة أمامية، تصل مرة تانية بلمسة كده من اللاعب عبد الرحمن رشدان. مباراة جيدة ويعني مباراة رائعة جدا من لاعبي النادي الأهلي والكابتن أحمد عبد الظاهر النهاردة اللي أدار المباراة بشكل جيد جدا، ويعني تألق أبنائه بقى ولاعبيه وسجلوا 5 أهداف، وكانوا يقدروا يسجلوا أهداف أخرى وتألقوا بشكل يعني كبير جدا، وخاصة في الشوط الأول، وسجلوا أهداف كلها تنوع وكلها جمال، وشفنا اسيستات وانفرادات ورأسيات وحاجات حلوه جدا من لاعبي النادي الاهلي في مباراه النهارده، مكاسب عديده للنادي الاهلي. هل يكون في فرصه للسادس؟ انما على طول اتقطعت الكره من اللاعب عبد الله زيدان في اللقطه اللي فاتت، وترجع مره تانية لمحمد وائل صاحب بقى الهدف الخامس. وادي بقى امامنا كابتن محمد شوقي والكابتن احمد ناجي، وطبعا الكابتن وليد سليمان والناس اللي متواجده في ملعب المباراه، وطبعا يعني نتيجه جيده للنادي الاهلي، خماسيه حتى الان للأهلي على نادي بيراميدز، وبنلعب في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لأحداث الشوط الثاني والمباراة مشاهدينا الأعزاء. توصل الكرة مرة تانية للاعبي بيراميدز اللي خلاص يعني هم زي ما حضراتكم شايفين
دب فيهم اليأس كده يعني في المباراة، والنتيجة كبيرة طبعا للنادي الأهلي، نتيجة مستحقة، نتيجة يعني الأهلي زي ما قلنا اللي تابع المباراة من الأول يشوف إن النادي الأهلي كان يقدر يسجل يعني أكتر من خمسة، كان يقدر يسجل أكتر من خمسة الحقيقة. أدي الكرة بتتلعب على طول أمامية لنادي بيراميدز هناك ناحية شمال، إنما محمد وائل لا يزال يواصل التألق في مباراة اليوم على المستوى الدفاعي أيضا زي ما كان على المستوى الهجومي، وزي ما سجل الهدف الخامس في المباراة. الكل في انتظار بقى حكم المباراة، كابتن طبعا محمد سيد بكر حكم مباراة اليوم. والدقيقة الخامسة، دخلنا في الدقيقة الستة من عمر وأحداث الوقت المحتسب بدلا من الضائع لأحداث الشوط الثاني، تتلعب على طول عرضية معدية من الكل، وفي هذه اللحظات كابتن محمد سيد بكر ينهي أحداث هذا اللقاء مشاهدينا الأعزاء. خماسية أهلاوية على نادي بيراميدز، مليون مبروك للكابتن أحمد عبد الظاهر ورفاقه في مباراة اليوم وأبنائه اللي تألقوا جدا في أحداث هذا اللقاء. الأهداف النادي الأهلي سجلهم إسلام عبد الله 3 أهداف، وطبعا اللاعب سمير محمد سجل هدف، واللاعب محمد وائل سجل الهدف الخامس في مباراة اليوم. استمتعنا بحضراتكم مشاهدين الأعزاء، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا بالمباراة وبالخمس أهداف الجميلة الأهلوية اللي بنشوفها أمام حضراتكم في هذه اللحظات. إلى مزيد من الانتصارات ومزيد من النقاط للاعبي النادي الأهلي في دوري الجمهورية. مشاهدين الأعزاء، تقبلوا تحياتي المعلق الرياضي تامر عبد السلام، وإلى أن نلتقي في مباريات وفعاليات أخرى عبر شاشة قناة الأهلي، إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.